يا مساء الفل والسعادة على كل المصريين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة طبعا هتكون حلقة مهمة النهاردة، غاية في الأهمية في الحقيقة بعد الإنجاز الكبير اللي حصل امبارح. هو فعلا إنجاز، ولازم نبارك لبعضنا طبعا على الإنجاز ده. مبروك لكل المصريين، لأن فعلا كنا مستنيين فرحة، والناس دي الشعب ده يستحق الفرحة، احنا نستحق الفرحة بصراحة. يعني احنا بنعاني كتير جدا جدا على المستوى الرياضي، مش بتكلم على أي حاجة تانية. المستوى الرياضي احنا بقالنا فترة بنعاني، مفيش حاجة تصبر كده، مفيش حاجة تفرح. امبارح الرجالة دول فرحونا، الرجالة دول كانوا في الموعد، عملوا كل اللي عليهم. رجولة ايه في الملعب، حماس وروح مفيش احسن من كده، ما بتشوفهمش عند الكبار. من الاخر كده في بطولة الامم الافريقية اللي كانت في مصر بتاعت الكبار، ما شفناش الروح اللي في الملعب دي، شفناش الحماس ده. اللعيبة بتموت نفسها على الكورة، هو ده اللي احنا بنحتاجه دايما. ممكن الطريقة دي تعوض الجوانب الفنية شوية، وفي الحقيقة مش عايزين نتكلم عن الجوانب الفنية، لان خلاص احنا عايزين نفرح. لان البعض يطلع دلوقتي يقول لك ايه، اصل احنا كنا وحشين الشوط الاول. لا يا اخي، سيبنا نفرح بقى، سيبنا نفرح. الجانب الفني ده نتكلم او يناقشوا الناس المسؤولة عن المنتخب، يشوفوا هل بالخطط دي او بالشكل ده ممكن مصر تبقى بعد كده ليها دور كبير، هيبقى ادائنا افضل. الكلام من ده دي حاجة تخص المسؤولين اللي بيخططوا الكرة في مصر، ملناش دعوة بقى. احنا كشعب كجمهور فرحانين، عايزين نفرح، مش عايزين نبوظ فرحتنا. كل التحية والتقدير للكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون، والف شكر على اللي انتوا عملتوه. كل التحية والتقدير للرجالة بتوعنا، اللعيبة بتاعتنا اللي عملوا بطولة ولا أروع، حققوا الهدف الأول والأهم والأسمى اللي هو الوصول لأولمبياد طوكيو 2020. خلاص انت حققت الهدف الأهم بالنسبة لك، الهدف الجاي يوم الجمعة الجاية بإذن الله مع كوت ديفوار تاخد البطولة، تقفل البطولة بالفوز باللقب. يبقى عملت كل حاجة، فرحت كل الجمهور المصري. فكل الإشادة والتحية والتقدير لكل اللي فرح المصريين، لأن فعلا فعلا الشعب المصري ده يستحق الفرحة. إن شاء الله نبني على الجيل ده، لازم نبني على الجيل ده مجموعة رائعة من اللاعبين في كل المراكز. في كل المراكز عندنا لعيبة كويسين ورجالة، وعارفين هم بيعملوا إيه، عارفين هم لابسين تيشيرت مين. ده تيشيرت مصر، تيشيرت منتخب مصر. من المنطلق ده هم بيلعبوا، بيموتوا نفسهم طبعا بخلاف طموحهم اللي نفسهم يحققوه سواء مع انديتهم او الاحتراف او كلام من ده. فكلهم في الحقيقه امبارح عملوا شوط تاني بالتحديد اكثر من رائع، البطوله كلها كويسه. اللقطه دي مهمه، الاحتفال مع الكابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي حاجه كويسه وسعاده كبيره، وعلم اليابان موجود لان احنا وصلنا طوكيو. وعجبني قوي في الحقيقه المدير الفني بتاع جنوب افريقيا اللي بيبتسم عادي، رياضه خسر بس بيبتسم لما شاف الفرحه بتاعه المصريين ولاعيبه منتخب مصر مع الكابتن شوقي غريب، فابتسامه بتاعته حلوه قوي بصراحه يعني. فبالتالي انت حققت الهدف الاول بالنسبه لك، ان شاء الله يوم الجمعه الفرحه تكمل وتبقى اكبر واكبر من خلال الفوز. دي اللقطه، لقطه مهمه قوي، وحقهم يفرحوا وحقهم يعملوا اكتر من كده كمان. طالما فرحتوا الشعب المصري اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، ما حدش يقدر يقول لك اي حاجه. لا هنتكلم على جانب فني ولا على جانب اي حاجه خالص، احنا بنتكلم على الفرحه اللي احنا فرحانينها. فبنشكرهم، وان شاء الله انتوا الرجاله اللي تقدروا تفرحوا المصريين دايما ان شاء الله باذن الله تعالى. الجمهور بقى، شفت الملعب والجمهور مالي الملعب؟ 72 و 73 ألف. الساعه كامله امبارح الملعب كانت مليانه جماهير، المدرجات كلها مليانه جماهير. جمهور مصر المتشوق واضح جدا جدا في اللقطات اللي شفناها من وراه امبارح، الناس متشوقه تبقى موجوده في الملعب. ارجوكم ما تحرمناش من الكلام ده، ارجوكم. واحنا اهو تنظيم حدث ولا حرج، مصر دايما في اي حدث سياسي رياضي، مؤتمرات سياسيه رياضيه فنيه، اي حاجه اي حاجه بنقدر نأمنها. احنا مصريين، المصريين في اي مناسبه بينجحوا فيها ما فيهاش نقاش. فارجوكم، دي رساله لكل المسؤولين بصراحه بقى، والجهات الامنيه طبعا انتوا على راسنا، وحقكم ان انتوا تقرروا انتوا عايزين. انتوا اضرب كل الامور، اضرب كل حاجه، ما نقدرش نتناقش في كده خالص. بس ارجوكم عايزين نخلي المنظر دايما يبقى كده، مش في البطولات الكبيره بس، لا احنا نامن اي حاجه في الدنيا. امبارح جمهور السعاده على وشه هو موجود في المدرجات على وشوشهم، كلهم مبسوطين، كلهم يعني وحشهم الاستاد، وحشهم التواجد ومتابعه المباريات والتشجيع. وبعدين بالمناسبه بقى، على فكره الجمهور ده هو الجمهور اللي حضر فين؟ في امم افريقيا للكبار، لان ساعتها قال لك اصل احنا عايزين جمهور يشجع،
الجمهور رايح رايح يتفسح، الجمهور اللي موجود في ماتش ماتشات امم افريقيا الكبار مع منتخب مصر جمهور ما بيشجعش ما بيقولش اي حاجه، لا هم هم دول الجمهور. الفرق في ايه؟ الفرق في الناس اللي في الملعب، الفرق في الرجوله اللي عند اللعيبه في الملعب اللي هم كانوا بيموتوا نفسهم في البطوله دي بتاعه المنتخب الاولمبي بخلاف اللي كان بيحصل في بطوله منتخب الكبار. هتلاقي لعيب كابتن فريق يقول لك النبي احط ايدي على وداني عشان الجمهور بس بينتقدني، وهدفه الاول وفي الاخر شكله هو وبتاع، مش بيفكر في بلده وشكل منتخب بلاده. وهي رساله للكبار، لعيبه مصر الكبار بتوع الفريق الاول، اتعلموا من، مش عيب خالص، مش عيب انك تتعلم من واحد اصغر منك خالص، بالعكس اتعلم من الروح اللي بيلعبوا بيها، اتعلم من الاداء، من القتال في الملعب، ما فيهاش اي مشكله. عندنا عناصر كويسه في المنتخب الاول بصراحه، لكن ينقصهم الروح. مش عايز اروح المنتخب الاول كتير عشان ما نبوظش فرحتنا بصراحه، الناس زعلونا يعني، لكن دول فرحونا. فعايز اكمل رسالتي للمسؤولين، الواحد فرحان بصراحه، يا ريت يا جماعه ما تحرمناش من المنظر ده، ما تحرمناش من شكل المدرجات، ما تحرموش اللعيبه من الحماس اللي بيجي لهم من خلال تواجد الجماهير العظيمه دي في اللي حضر امبارح واللي كان نفسه يحضر واللي هيحضر ماتش يوم الجمعه، ليهم كل التحيه والتقدير والاشاده. نظام ايه والفان اي دي اهو على رقبه كل واحد والدنيا زي الفل، مفيش احسن من كده. نظام تذكرتي 10 على 10، كل حاجه ماشيه بشكل ممتاز. نستغل بقى، نبني بقى، نفسنا نبني، مش يبقى حدث وحضرنا فيه الجماهير كلها وحلو قوي شكرا على كده نرجع بقى لايه، للمربع صفر. لا احنا عايزين نبني على ده، عايزين كل الماتشات تبقى كده. في الدوري احنا زمان كان ماتشات الدوري مليانه جماهير، اه مش الساعه الكامله، البعض يعني بيروح بالساعه الكامله، لكن ليه ما يبقاش الساعه كلها متاحه للناس، الناس تحضر وتتمتع وتشجع. وهي برضو رساله للجمهور، افضل في الالتزام ده، افضل في التشجيع بس، افضل في الشكل الحضاري المميز ده، مش عايزين اكتر من كده، لا تتطرق لحد تاني ولا تشتم ده ولا كلام من ده، حتى لو حد استفزك يا سيدي خليك انت احسن، فكر في مصلحتك ومصلحه بلدك ومصلحه فريقك. فدي في الحقيقه حاجه مهمه ومميزه، وان شاء الله نبني على الكلام ده عشان يعني ناخد خطوه بقى لقدام، مش عايزين نرجع تاني لورا. الفرحه حلوه والسعاده جميله، والف الف مليون مبروك لكل المصريين. عوده الجماهير هي بدايه اصلاح الرياضه المصريه، والله فعلا لما يرجع الجمهور كل حاجه هتمشي كويس، هتلاقي اداء المنتخبات ده اول حاجه بالنسبه لنا واكتر حاجه احنا بنركز عليها ممتازه، وهنفرح. هتلاقي الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه الدنيا ماشيه معاها زي الفل، لان الجمهور هو العامل رقم واحد مع اي نادي في مصر ومع المنتخبات المصريه. الدوري هيبقى ليه جانب تسويقي اعلى من كده بكتير، وهيبقى ليه روح وسمعه افضل بكتير جدا في العالم كله، في العالم العربي بالتحديد. احنا في ناس سبقتنا بسبب حضور الجماهير وبسبب النظام اللي بيحصل. بنشوف السعوديه، السعوديه حاجه ولا اروع بصراحه، نفسنا نبقى زي الناس دي رغم ان هم كانوا قابلينا بكتير، احنا كنا سابقينهم بسنوات وسنوات يعني، لكن احنا اللي عطلنا نفسنا. نبني بقى ان شاء الله باذن الله على اللي جاي. عايز اتكلم بس في جزئيه مهمه بخصوص المنتخب الاول، احنا لسه ما قلناش العناوين بتاعه الحلقه بس هنقولها يعني. امبارح بعد الماتش ما خلص احنا دايما بنحاول نشغل نفسنا يعني، دايما نشوف بقى حاجه تشغلنا نتكلم فيها ونرغي فيها ونتكلم من الكل بيتكلم على ايه، الثلاثي اللي يحق ليه الانضمام للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد، وصلاح اصل حجازي الشناوي طارق حامد وكلام من ده. مش وقته ده، حق اصيل للكابتن شوقي غريب المدير الفني، هو عارف النواقص اللي عنده. اه انت ممكن تقرا وتشوف الفرقه تقول اه المنتخب ده محتاج مثلا ايه، صلاح، المنتخب ده محتاج تريزيجيه، المنتخب ده محتاج طارق حامد، حمدي فتحي، الشناوي، قول براحتك. لكن انت في نفس الوقت بتبوظ فرحه الرجاله اللي جابوا لنا الحلم اللي احنا كنا عايزينه، ما تبوظش فرحتهم، سيبهم يفرحوا. لان ممكن واحد يقول لك ايه، الناس بترشح واحد في مركزي، ايه ده يعني انا ممكن ما ابقاش موجود؟ لا، الراجل ده حقه يفرح، اللي تعب وجري في الملعب ده حقه يفرح. فمش ده التوقيت لمناقشه الثلاثه اللي يبقوا موجودين، الجهاز الفني هو الوحيد اللي يقرر مين اللي يبقى موجود، ولسه بدري، دي البطوله في شهر 7 فلسه بدري جدا. فان شاء الله الكلام ده هيجي وقته وهيبقى القرار الاول والاخير ليهم كجهاز فني. حبيت ان انا ابتدي طبعا بالفرحه الكبيره بتاعت المصريين بسبب الفوز على جنوب افريقيا امبارح 3-0. ما تقوليش بقى اصل هم ليهم ضرب جزاء وانت الكوره بتاعتك، ماليش دعوه، احنا صعدنا طوكيو، دي اهم حاجه بالنسبه لنا يعني. وده وارد في الكورة. وارد في الكورة، بتحصل علينا وفي أي حاجة ليك وعليك بتحصل يعني. فألف مليون مبروك، وإن شاء الله نفضل في فرحة كده بإذن الله دايماً للمصريين، الشعب ده فعلاً يستحق الفرحة. أروح أشوف أهم العناوين بقى بتاعت الحلقة يلا. الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش.
الدوليون ينتظمون في التدريبات اليوم استعدادا للجونة. حمدي فتحي يعود للقاهرة غدا بعد نجاح جراحة الغضروف. عبد الحفيظ وعدلي يتوجهان لتونس الأحد لترتيب استقبال الفريق. أفراح المنتخب الأولمبي مستمرة بعد التأهل للأولمبياد للمرة الثانية عشر. ورسميا مورينيو مديرا فنيا لتوتنهام الإنجليزي. ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ احمد الامام الناقد الرياضي بالجمهوريه، وده هيكون في الجزء الثاني من حلقه اليوم، وهنستفيد في الحديث في بعض الامور كالعاده. طيب نروح للنادي الاهلي شويه ونشوف اخبار الاهلي ايه. امبارح طبعا كان في مباراه وديه والاهلي فاز على اتصالات 1-0 في اطار الاستعداد لمباراه الجونه والنجم الساحلي. بصراحه كل واحد ما يفتكر كده ان خلاص ماتشات الاهلي قربت تلاقي روحك المعنويه كده مرتفعه، مودك اتظبط. الفترة اللي فاتت دي مملة قوي. اه طبعا في ماتشات منتخبات ودي مهمة بالنسبة لنا، ما فيهاش نقاش يعني. لكن في نفس الوقت لما ما يبقاش في ماتشات لا أهلي بيلعب ولا ماتشات في أوروبا ولا كلام من ده، فبتبقى مودك قالب شوية. ففي كل الأحوال سعادة كبيرة عند كل الجماهير وبالتحديد جمهور النادي الأهلي، بيبقى دايما متشوق إن هو يشوف فريقه يعني بعودة بطولة الدوري. فالفريق يعني خلص المباراة الودية والأمور ماشية بشكل كويس. عايز أتكلم عن حمدي فتحي، هيرجع بكرة للقاهرة بإذن الله مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، واللي سافر مع اللاعب لألمانيا عشان يطمن عليه، وبعد ما عمل جراحة الغضروف امبارح بالليل والحمد لله الجراحة ناجحة، وهي عبارة عن خياطة في غضروف الركبة الخارجي. دكتور خالد محمود قال إن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل إيه؟ التئام الغضروف بشكل كامل وقوي حتى يستطيع اللاعب انه ايه يتحمل المشاركات في التدريبات والمباريات. كمان قال الدكتور خالد محمود ان اتجاه الاقوى حتى الان هو عوده حمدي فتحي معاه للقاهره بكره، بعد ما ماير اللي هو الطبيب الالماني اللي عمل الجراحه قال ان هو مش محتاج انه يكون متواجد ومش محتاج فتره علاج طبيعي في الايام الاولى بالتحديد بعد الجراحه. كمان قال الدكتور خالد محمود انه سيتسلم تقريرا طبيا شاملا من ماير قبل عودته مع حمدي فتحي، يتضمن البرنامج العلاجي وكل الامور اللي تتعلق باللاعب عشان يكون ابتدى يعني البرنامج العلاجي. واحنا عارفين اصابه الغضروف كان تعرض ليها حمدي فتحي مع المنتخب الاول. كمان الاهلي بينهي ايه الترتيبات للسفر لتونس. انت ما بتتكلمش على فكره، بالمناسبه احنا دلوقتي كل التركيز على ايه؟ مباراه الجونه، مباراه صعبه ومهمه جدا، لكن انت في نفس الوقت بتستعد اداريا لمباراة النجم الساحلي لان هي في تونس، فانت بتشوف كل الامور الخاصه بالتنسيق لاستضافه بعثه النادي الاهلي، مقر الاقامه، ملعب التدريبات، كل شيء كل شيء، مواعيد التدريبات، الحاجات دي دايما النادي الاهلي بينسقها بشكل مبكر في الحقيقه، وده بيبقى شيء مهم جدا. فالجهاز الاداري بالنادي الاهلي انهى كافه الترتيبات الخاصه برحله الفريق، وده شيء مهم. التنسيق كان مع مين؟ مع السفير المصري في تونس نبيل الحبشي ورئيس اتحاد الكرة التونسي وديع الجريء، والتنسيق ده تم خلال الأيام السابقة. كابتن سيد عبد الحفيظ مش هيحضر مباراة الجونة وهيسافر قبلها بيوم بالظبط، هو وكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي هيوصلوا لتونس إن شاء الله عشان يرتبوا كل الترتيبات النهائية بقى لاستضافة بعثة النادي الأهلي، عشان الفريق يروح على طول على إيه غرفه في الفندق مقر الإقامة، عارف مواعيده، الدنيا تبقى مستسلمة بالشكل المظبوط. فبالتالي كابتن سيد حفيظ مدير الكرة وكابتن سمير عدلي هيكونوا موجودين في تونس يوم الأحد إن شاء الله، وبالتالي كابتن سيد مش هيكون موجود في مباراة الجونة اللي هتكون في الغردقة بإذن الله تعالى. الفريق يواصل تدريباته على ملعب التتش، وإحنا عارفين إن الفريق بيواصل تدريباته والأمور ماشية بشكل كويس، ويعني مستر فايلر قرر إن ما يبقاش فيه راحة بعد الماتش الودي أو حاجة، وبالتحديد كمان النهاردة المفروض إن يبقى متواجد اللاعبين الدوليين اللي كانوا مع المنتخب الأول عشان يستعدوا بقى بالشكل المطلوب للتحديات المقبله. عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبار النادي الاهلي، يلا بينا. كنا بنتكلم على اخبار النادي الاهلي، وطبعا استعدادات مستمره وهتفضل مستمره على مدار الايام المقبله بدون مباريات وديه. خلاص لعبنا مباراه وديه امبارح، فانت هتستعد بالشكل المطلوب من وجهه نظر طبعا الجهاز الفني لمباراه الجونه الاول، وده اول حاجه.
اول ستيب كده بعد فتره التوقف الكبيره، وبعد كده ترجع بقى ايه تخش في افريقيا على طول. هتسافر مباشره، وتفاصيل كتير احنا اتكلمنا فيها امبارح واول، وهنفضل نتكلم معاكم فيها ونتابع الفريق الاول لكره القدم، لان بصراحه احنا متشوقين بقى ايه لفرحه اهلاويه بتتمثل في ايه في دوري ابطال افريقيا، منتظرين البطوله دي باذن الله تعالى بخلاف طبعا البطولات المحليه. عايز اروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي ومتواجد في استاد مختار التتش. ادهم مساء الخير عليك. ارحب بيك زميلي امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ادهم، طمنا اخبار الفريق عندك ايه؟ طبعا في البدايه امير انا حابب اهني جموع الشعب المصري والمنتخب الاولمبي اللي اسعدنا جميعا بتاهله لاولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب عن الاولمبياد منذ اولمبياد لندن. ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعبين على هذا الانجاز، وان شاء الله يؤكدوا جدارتهم بالبطاقه والوصول لاولمبياد طوكيو من خلال المباراه النهائيه امام كوت ديفوار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اتفضل. نرجع لكواليسنا وللتدريب. لو حطينا عنوان سلوجن او عنوان رئيسي للمران النهارده هو عوده اللاعبين الدوليين كويس. وعمليه التوازن في الحمل البدني ما بين اللاعبين. شاهد المران الحقيقه يا امير عوده اللاعبين الدوليين في المنتخب الاول بين الشحات، عمرو السوليه، محمد الشناوي، احمد فتحي، محمد هاني بعد مباراه منتخب مصر الاول وجزر القمر في التصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا. واللي انتهت بالتعادل السلبي، وحرص المدير الفني ريني فايلر على الحديث مع اللاعبين الدوليين والشد من ازرهم، وهنا بيبان يا امير قدره ريني فايلر على التعامل النفسي قبل الفني مع اللاعبين. يعني كان في جلسات ما بين المدير الفني ولاعبي الاهلي الدوليين. ده حقيقي يا امير، ده حقيقي. المهم وحرص على اعطائهم جرعات تدريبيه بسيطه وخفيفه مع رفع المعدلات البدنيه مع المجموعه اللي ما كانتش بتشارك طبعا في المباريات الدوليه من اجل اطفاء نوع من التوازن على جرعات الحمل البدني ما بين اللاعبين، خصوصا ان اول مباراه للاهلي هتكون قريبه جدا طبعا بعد كاس افريقيا من مع جونا في الدوري العام، من اجل وضع كل لاعبي الاهلي في حاله بدنيه جيده. كويس. الحقيقه من ناحيه اخرى تواصلنا مع طبيب النادي الاهلي. ده مهم قوي بقى، قول لي اجاي اخباره ايه؟ اجاي طبعا هي اجهاد في العضله الخلفيه بالنسبه له من المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله هيعود قريبا. والحقيقه حابب اوضح نقطه بخصوص حمدي فتحي اتكلم فيها طبيب النادي الاهلي النهارده. وعايزين نقفل باب الجدل بخصوص اصابه حمدي فتحي نجمنا الكبير طبعا، وكان ركيزه من الركائز اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي ان شاء الله بعد عودته من الاصابه. في البدايه هو ان شاء الله الاتجاه القوي ان هو يعود اللاعب من المانيا للقاهره ان شاء الله غدا الخميس. كمان اتكلم طبيب النادي الاهلي عن التوصيف الصحيح لاصابه حمدي فتحي، وهي عباره عن خياطه في الغضروف الخارجي للركبه. طيب بص يا ادهم، عايز اقول لك على حاجه. احنا اتكلمنا مع الناس وشرحنا لهم القصه دي مع بدايه الحلقه، بس انا عايز اسالك بالتحديد يعني على اجاي. انت قلت لي اجاي جهاد في العضله الخلفيه، ممكن يرجع للتدريبات امتى؟ هل في قرار نهائي بعودته للتدريبات مثلا بعد 48 ساعه 72 ساعه، ولا الامور ماشيه ازاي بالنسبه له؟ ان شاء الله الاحتمال الارجح ان شاء الله بعد 72 ساعه. انت عارف الاصابه العضله الخلفيه هي اصابه ممكن تكون خادعه شويه، يعني ممكن اللاعب يبقى يظهر بصوره سليمه وبعد كده تتجدد الاصابه ثاني. فالحقيقه الجهاز الطبي للنادي الاهلي صابر عليه وبيديله، وان شاء الله يبقى فيه علاج كافي باذن الله ان هو يعود سريعا بعد 3 ايام لتدريبات النادي الاهلي. طيب بالنسبه لمروان محسن، هل بيشتكي من اي حاجه؟ لان عندي بعض الاخبار بتقول ان مروان عنده مشكله عضليه او حاجه، طمنا. ولا بيشارك بشكل طبيعي؟ لا هو شد طبيعي، جهاد خفيف. بحب اطمن جماهير النادي الاهلي على لاعبنا الكبير طبعا مروان محسن، هو مجرد اجهاد خفيف لكن ما يرتقيش لشد ولا حاجه، مجرد بس ان شاء الله ان مروان ينتظم في التدريبات وينتظم في المباريات، وهتكون الامور باذن الله ان شاء الله سليمه ويكون معافى باذن الله. برنامج الفريق لغايه ميعاد مباراه الجونه وموعد السفر للجونه هيكون امتى؟ اكرر زميلي امير مره اخرى ما سمعتش. بقول لك البرنامج بتاع الفريق خلال الفتره اللي جايه لحد موعد مباراه الجونه والسفر للغردقه هيكون امتى بالظبط؟ ان شاء الله باذن الله هيكون على يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله هيتوجه الفريق باذن الله للغردقه من اجل اقامه معسكر باذن الله للفريق من اجل مباراه الجونه. طبعا هي مباراه مهمه الحقيقه في الدوري الممتاز بالظبط طبعا، وطبعا يعني بيتحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤوليه كبيره من اجل استمرار الصوره الاكثر من رائعه اللي ظهر عليها النادي الاهلي منذ بدايه الدوري والانتصارات المتتاليه ان شاء الله باذن الله. بعد كده يتوجه النادي الاهلي الى مباراه النجم الساحلي في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. الحقيقه شاهد المران
فقره تدريبيه قويه لحارسها المتالق محمد الشناوي، والحقيقه كان في حرص من الجهاز الفني لتهنئته على جهده وتالقه والصعود على مرمى المنتخب في مباراه جزر القمر. هو كان نجم كبير فعلا في هذه المباراه. انا بشكرك يا ادهم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندم رئيس القناه الاهلي، اللي قال لنا كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق من خلال تدريباته اليوم. اطمنا على النادي الاهلي. عايز اتكلم شويه كمان على الاخبار الخاصه بالمنتخب الاولمبي. احنا اتكلمنا طبعا في البدايه عن المباراه امبارح والسعاده اللي عند المصريين وكلام من ده، لكن في طبعا اخبار بتخص المنتخب الاولمبي وهنفضل مدعمينهم وراهم ومسندينهم لحد كمان ما يجيبوا لنا باذن الله تعالى اللقب يوم الجمعه. بالتالي في مران استشفائي للاعبي المنتخب الاولمبي استعدادا لكوت ديفوار مباراه يوم الجمعه. يعني انت عندك ايه، هو النهارده وبكره وبتلعب مباراه يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله تعالى. فمران استشفائي بعد المجهود الكبير والعظيم اللي عملوه اللعيبه في الحقيقه في الملعب امبارح. هم بيتمرنوا بالمناسبه على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس. طيب في لغط شويه او في كلام كتير طلع ان بعض اللاعبين مش هيحق ليهم المشاركه في الاولمبياد، يعني ابرزهم رمضان صبحي وكلام من ده. احنا عايزين نوضح الجزئيه دي بالتحديد. الموضوع عباره عن ايه؟ اللوائح بتاعت مسابقه الاولمبياد بتبقى من خلال ايه او بتنص على ايه؟ بتنص على ان اي لعيب بعد او اتولد في 1 يناير 1997 بداية من التاريخ ده يحق له المشاركة في الأولمبياد، مفيش أي مشكلة، حتى لو ميعاد الأولمبياد جه هو خلاص كان عدى الـ 23 سنة، فبالتالي كان في لغط حوالين رمضان صبحي، أحمد رمضان بيكهام، جناب محمد، محمد صادق، وناصر ماهر، الناس دي يحق ليها المشاركة، هم كلهم مواليد 97، لو كانوا قبل يناير بيوم أو حاجة، قبل شهر 1 يناير، قبل يوم 1 يناير بيوم، ما كانش يحق ليهم المشاركة، ده طبقا للوائح. فرمضان صبحي مثلا اتولد 23 يناير، أحمد رمضان بيكهام 23 مارس 97 الاثنين طبعا، غنام محمد 12 مارس 97، محمد صادق 97 6 يوليو، ناصر ماهر 8 فبراير 97. فالناس دي هيحق ليهم المشاركه، بالاضافه طبعا للثلاثه اللي يحق للجهاز الفني ان هو يختارهم فوق السن يعني في البطوله دي، فالناس دي خلاص موجوده يعني. طبيب المنتخب الاولمبي كمان بيقول ان المنشطات تحتاج لاسبوعين والعينات سلبيه للاعبين. امبارح كان في على هامش المباراه وبعد المباراه على طول اختبار من النشطات لمصطفى محمد ومحمود الجزار نجوم المنتخب، والدكتور ايمن زين قال ان العينات تظهر نتيجتها خلال اسبوعين، واحنا عملنا اصلا اختبار للاعبين قبل البطوله والدنيا كلها سلبيه والامور كويسه بالنسبه لهم، يعني ما فيش اي مشكله في هذا الاتجاه. مواعيد مباراه مصر، الناس بقى مستعجله شويه على مواعيد مباراه مصر في الاولمبياد. البطولة هتقام خلال شهر 7 وهتبقى المباريات في تمام الساعة ايه 9:30 الصبح. فاكرين كده الاهلي لما كان في اليابان؟ طبعا ايام ما نقدرش ننساها. هنرجع الايام دي بس مع منتخب الاولمبي. الجولة الاولى هتبدا يوم الخميس 23 يوليو، تمام. هم 16 منتخب طبعا وهيتم تقسيمهم لاربعة مجاميع، فبالتالي الجولة الأولى هتبتدي يوم الخميس 23 يوليو، الجولة الثانية هتكون يوم الأحد 26 يوليو، والجولة الثالثة هتبدأ يوم الأربعاء 29 يوليو. ربع النهائي هيبقى السبت 1 أغسطس، نصف النهائي 3-4 أغسطس، ومركز تحديد مركز الثالث والرابع يوم 7 أغسطس الجمعة، والنهائي هيكون السبت 8 أغسطس. ده بالنسبة لمسابقة كرة القدم في الأولمبياد. المنتخب الأول، بعد ما اتكلمنا على المنتخب الأولمبي نروح المنتخب الأول سريعا كده. الجبليه تستدعي حسام البدري، وده اتجاه موجود عند المسؤولين في الجبليه ان هم يستدعوا الكابتن حسام البدري ويشوفوا ايه المشكله، ايه اللي حصل، احنا ليه تعادلنا ماتشين مع فرقتين او منتخبين مش زي منتخب مصر يعني كينيا وجزر القمر يعني بعيد قوي عننا يعني. فالاسباب ايه يا كابتن حسام؟ المفروض يعني ده اللي هيحصل خلال الفتره الجايه طبقا للاخبار يعني. فالجلسه دي هتكون خلال ايام قليله ويشوفوا الاسباب اللي ادت للتدهور الفظيع في مستوى منتخب مصر الاول يعني في الحقيقه. كمان بيقولوا ايه ان في استبعاد لسته لاعبين من اللي كانوا متواجدين في المنتخب الاول خلال المعسكر اللي فات ده، وده اتجاه من الجهاز الفني، وهي بتبقى اخبار ايه بتهدي الامور شويه يعني بعد اي اخفاق يعني طبيعي بنسمع الاخبار دي. فقال لك ان الجهاز الفني في ست لاعبين استقر عليهم ان دول مش هينضموا معاه تاني في المنتخب الاول، لان شايفين ان مش دول اللي يعني يكونوا متواجدين في المنتخب يعني مش بالكفاءه المطلوبه يعني. فهنشوف، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في الحقيقه، لان احنا عندنا ايضا امور غايه في الاهميه بتخص المنتخب، تصفيات كاس العالم، تصفيات الامم الافريقيه، طبعا بنمر بمرحله صعبه جدا وهي تعتبر مرحله انتقاليه وبناء منتخب جديد، وده اكيد مهم. طيب نروح بقى لاهم الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام،
ثلاث أسباب وراء تراجع فايلر عن موقفه بشأن ضم كهربا. المدرب السويسري وافق على تمديد تعاقده والفريق من الجونة إلى تونس بطائرة خاصة. في الأخبار، الأهلي يستعيد قوته الضاربة اليوم. الجمهورية، الراحة ممنوعة على لاعبي الأهلي. الشروق، فايلر يرفض التعجل في ملف الصفقات الشتوية. السويسري يخطر النادي بصعوبة حسم مراكز بعينها وقبل يناير بفترة طويلة واكتمال صفوف الفريق بعودة الدوليين. اليوم السابع، الأهلي يستعجل فايلر لتحديد طلباته واللاعبين الراحلين، بحث شروط هدرسفيلد للاستغناء عن العافية دي. المساء، جمهور الأهلي للفريق وحشتونا، الجهاز الفني مهمتنا إسعادكم. الأحمر هزم الاتصالات بهدف لأزارو والدوليون يعودون للمران اليوم. الأخبار المسائي، الأهلي يستعيد الدوليين، برنامج خاص لتأهيل اللاعبين بعد كارثة المنتخب. المصري اليوم، فايلر يرفض المغامرة بعاشور أمام النجم الساحلي، المدير الفني يعتمد على فتحي وسط ملعب بعد خروج ديانج من حساباته وعروض عربية تنهال على زيراته. نبتدي بالأهرام. الفترة الجاية خلاص يعني خليكم عارفين الكلام ده، كل الكلام هيبقى على مين؟ كهرباء ورمضان صبحي، واحنا حسمنا الامور دي لحضراتكم من بدري يعني. لكن بيقول لك ايه في الاهرام؟ ثلاث اسباب وراء تراجع فايلر عن موقفه بشان ضم كهربا. هم كاتبين العنوان ده ليه؟ لان هم نفس الجريده اللي كتبت من اسبوعين كده ان فايلر رافض التعاقد مع كهربا. فهم بيقولوا يعني طبقا لمعلوماتهم اللي هم وصلوا ليها ان يعني الراجل خلاص بقى موافق على ايه؟ على كهربا. ثلاث اسباب من وجهه نظرهم او من خلال اللي هم عرفوه ايه؟ قال لك ان في بعض الوسطاء تعهدوا بالتزام اللاعب وانضباطه مع الفريق خلال الفتره اللي جايه، وكمان السبب الثاني المرونه التكتيكيه للاعب ان هو بيقدر يلعب سواء كوينج او كمهاجم صريح، وده اللي اكتشفه مستر فايلر في ماتشين المنتخب الاول. والسبب الثالث موضوع رمضان واحتماليه احترافه بعد مستواه المبهر طبعا مع الاهلي ومع المنتخب الاولمبي، مع ان الكلام ده سابق لاوانه، لكن في كل الاحوال بيقولوا ان دي ثلاث اسباب اللي خلت فايلر يغير رايه بخصوص تعاقد مع كهربا. هنعيد على حضراتكم تاني الكلام اللي قلناه امبارح، هل كهربا موجود في الصوره؟ موجود في الصوره. موجود في الصوره بقوه؟ موجود في الصوره بقوه. هل في قرار وكلام نهائي بالتعاقد مع اللاعب؟ لسه. او حتى برفض التعاقد مع اللاعب؟ لسه. اللي هيحسم الموضوع ده مستر فايل. لكن هو في الصوره بقوه، عشان ما يبقاش بقى احنا بنجمل الكلام وكلام من. لا، كهربا في الصوره بقوه، واللاعب عايز يجي الاهلي والناس في الاهلي او في مسؤولين طبعا شايفين ان اللاعب زي كهربا ده مهم جدا، لكن طبعا هم ترقين الملف ده بشكل نهائي لمين؟ للمدير الفني، هو اللي يحق ليه يقول لك انا عايز كهربا، عايز فلان فلان. هو حر، انت دورك ايه؟ ان انت تنفذ له طلباته عشان تساعده في النجاح، بس كده. ده بالنسبه لموضوع كهربا. المدرب السويسري وافق على تمديد تعاقده، ما حصلش اي كلام في النادي الاهلي بخصوص ان هل نجدد العقد مع فايلر ولا لا. خالص خالص ما فيش الكلام ده خالص يعني. لكن ممكن الراجل من نفسه يقول لك ايه، انا لو اتعرض عليا دلوقتي، وهو ما اتكلمش على فكره يعني، بس الاجواء في مصر هو مبسوط فيها وكلام من ده، فلو اتعرض عليا ان انا اجدد العقد هجدده يعني، مفيش مشكله. واي حد يتمنى ان هو يكون متواجد داخل النادي الاهلي لاطول فتره زمنيه ممكنه يعني. الفريق من الجونه لتونس طياره خاصه، وده احنا اتكلمنا فيه من اول امبارح. طيب الاهلي، نروح للاخبار. الاهلي يستعيد قوته الضاربه اليوم. طبعا عوده الدوليين لاعبي المنتخب الاول بالتحديد دي هتدي قوه اكبر في التدريبات وحماس بشكل مختلف، وتخلي المدير الفني يقدر يستقر بشكل اكبر على الطريقه والخطط اللي هيلعب بيها المباريات القادمه، واولهم طبعا مباراه الجونه باذن الله تعالى يوم الاثنين اللي جاي الساعه 5 مساء في ملعب الجونه بالغردقه. عوده طبعا اللاعبين الدوليين مهمه. بكره هيرجع جيرالدو للتدريبات، هو المفروض يوصل النهارده مصر وبكره يشارك، وباذن الله بكره يوصل مصر بقى ايه علي معلول، ومن بدايه من يوم الجمعه تلاقي الصفوف مكتمله باذن الله تعالى. نروح للجمهوريه. الجمهوريه بتقول ايه؟ الراحه ممنوعه على لاعبي الاهلي. خلاص بقى مفيش وقت راحه دلوقتي، احنا داخلين في مباريات قويه ورسميه، فانت الفتره اللي فاتت كان في ايام راحه، وفي البرنامج الخاص بالتدريب يعني بالنسبه للفريق كان بيشمل بعض الايام اللي حصل عليها اللاعبين للراحه. فطبعا انت خلاص بقى مفيش وقت راحه دلوقتي، انت كل الجديه والتركيز، مفيش هزار. اهداف الاهلي معروفه، المباريات قويه، الجونه ماتش صعب قوي،
النجم الساحلي ماتش اصعب بكتير في بطوله مختلفه. باذن الله تكون انت في الموعد، باذن الله تقدر تحقق الاهداف المطلوبه، تقدر تكسب الماتشين دول ان شاء الله. احنا عندنا القايمه المميزه، عندنا مدير فني اللي ما شاء الله عليه لحد دلوقتي حاجه ممتازه يعني. فناقص ايه؟ ناقص التوفيق ان شاء الله يكون حليفهم باذن الله. نروح للشروق وبتقول ايه؟ يعني احنا النهارده احنا في شهر ايه دلوقتي يا جماعه؟ شهر 11. طبيعي خلاص بقى هنخش في شهر 12 كله، تمام؟ بقيت 11 و12 كلام على الصفقات وفايلر وطلباته وكده. فايلر يرفض التعجل في ملف الصفقات الشتويه، ده عنوان موافق لان كده كده مفيش اي طلبات راحت للمسؤولين في الاهلي لجنه التخطيط. السويسري يخطر النادي بصعوبه حسم مراكز بعينها قبل يناير بفتره طويله، مفيش كلام حصل اصلا عشان يقول لهم، يعني هو ما قال لهمش يا جماعه في صعوبه ان انا احسم المراكز دلوقتي، يعني ما حصلش. واكتمال صفوف الفريق بعوده الدوليين ده اتكلمنا فيها، لكن الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا مع بدايات الشهر الجديد اكيد هيكون في تقارير موجوده من المدير الفني بطلباته، سواء بالتعاقد مع اللاعبين او باستغناء عن البعض الاخر، ده مفروغه منه. الاستغناء والتعاقد هيبقى من خلال عدد محدود، يعني انت عندك اثنين اللي هتجيبهم واثنين اللي هتستغنى عنهم، ما فيش غير كده. فهنشوف مستر فايلر هيستقر على ايه خلال الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. نروح لليوم السابع، الاهلي يستعجل فايلر، ما فيش كلام ده والله، لتحديد طلباته واللاعبين الراحلين، ما فيش يعني. او ممكن البعض يقولها هو منطقي شويه العنوان ده، لان انت بقى في تفاوضات والانديه اللي هيتفاوض معاها الاهلي بعد ما فايلر يحدد طلباته وكلام من ده، فبرضه ده واحد خلق خبر يعني وشيء ومجهود يحتسب ليه في الحقيقه. لكن في كل الاحوال تواصل ما حصلش. بحث شروط هدرسفيلد للاستغناء عن العفياجي اللي هو رمضان صبحي يعني، فده خلال الفتره اللي جايه برضه هنشوف، لان لسه بدري على موضوع رمضان صبحي. كل يوم بنقول نفس القصة لأن نفس الأخبار بتبقى قدامنا، هنعمل إيه؟ لازم. طيب نروح للمسا. الخبر ده حلو قوي بصراحة. جمهور الأهلي اللي بيقول للفريق إيه؟ وحشتونا، دي حقيقة. التيشيرت بتاع النادي الأهلي وهو في الملعب كده بيوحشنا، الماتشات اللي بيلعب فيها النادي الأهلي ده بيبقى حاجة تبقى لحظة. اليوم اللي الأهلي بيلعب رتب يومك على حسب الماتش، يعني ميعاد الماتش أنت إيه منظم يومك كده على حسب، تنزل الصبح تروح مشوار ترجع على الماتش تخلص مش عارف إيه بعد الماتش. فهو جمهور الأهلي كده في الحقيقة. طبعًا الأهلي وحشنا جدًا. الجهاز الفني أكيد عارف إن مهمتهم إسعاد كل الجمهور الأهلي، ويمكن تطرقوا كمان لمباراة الودية اللي إمبارح بالنسبة للنادي الأهلي والدوليون يعدون المران، اتكلمنا في الموضوع ده. طيب نروح الأخبار المسائي. الاهلي يستعيد الدوليين برنامج خاص لتاهيل اللاعبين بعد كارثه المنتخب، وهو برنامج اكيد نفسي كمان، يعني اكيد هيبقى فيه جلسات نفسيه زي ما عرفنا كده من مراسلنا العزيز ادهم ندى ان كان في جلسات او في اجتماعات مع اللاعبي الاهلي الدوليين هتخرجهم من الحاله النفسيه، ممكن ثقتهم تهتز شويه في نفسهم بعد الاداء والنتائج بتاعه منتخب مصر. لكن طبعا خلاص لعيبه النادي الاهلي بتعرف تفصل كويس قوي ما بين المهمه الدوليه والمهمة الأخرى مع ناديهم النادي الأهلي سواء محليا أو دوليا أيضا بخصوص بطولة دوري أبطال أفريقيا. الجهاز الفني عارف هيتعامل إزاي في الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله. المصري اليوم تسبق الأحداث شوية، المصري اليوم تقول لك إيه؟ فايلر يرفض المغامرة بعاشور أمام النجم الساحلي. هو إحنا لسه ما لعبناش أصلا ماتش الجونة الأول، إحنا مش عارفين الظروف إيه، الظروف تتغير ما بين يوم وليلة. احنا فوجئنا ان ديانج اتصاب، فوجئنا ان حمدي فتحي اتصاب، الله اعلم عاشور ربنا يا رب يحميه، هو احمد فتحي واللاعبين اللي يجيدوا في المركز ده كمان كل اللعيبه بصراحه، لان كده الامور بتتصعب شويه. فوجئنا امبارح جاي اصابه خفيفه، لكن في كل الاحوال مش عايزين نستبق الاحداث. المباراه اللي جايه مباراه الجونه، الاهلي تركيزه كله منصب على مباراه الجونه. موضوع بقى عاشور اللي هيلعب ماتش النجم الساحلي او احمد فتحي ده لسه مش عارفين، لما نشوف ماتش الجونه بس يعدي الاول ازاي، وبعد كده الراجل مستر فايلر هو اللي يقرر طبقا للمعطيات اللي قدامه اللي هيقدر يستشفها بعد او يشوفها بعد مباراه الجونه يعني، بعد كده هو يقرر. فتحي ولا عاشور؟ على فكره عاشور خلاص جاهز للمشاركه، بيشترك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. المدير الفني يعتمد على فتحي وسط ملعب، هم بيقولوا كده او بيجتهدوا يعني، بعد خروج ديانج من حساباته وعروض عربيه تنهال على جيرالدو. ده ما يقرر الاهلي الاستغناء عن جيرالدو ممكن يتم مناقشه العروض الرسميه التي قد تصل للنادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع ايه نشوف يلا. بوابه الفجر، رينيه فايلر يتراجع في ازمه صفقه كهربا، ماشي. الوطن سبورت، خاص 100 يوم طبيب الاهلي يحدد فتره علاج محمود متولي.
سوبر كورة، الأهلي يترقب تقرير فايلر عن متطلبات الفريق في صفقات الشتاء. يلا كورة، مصدر فايلر يخطط لضم مهاجم في يناير. طيب نبتدي بإيه؟ نبتدي ببوابة الفجر، موضوع كهربا برضه واحنا اتكلمنا فيه في اول الحلقه، بس ممكن حد يكون لسه ايه فاتح التلفزيون دلوقتي جايبنا. تاني يا جماعه، الاهلي ما قررش بشكل نهائي التعاقد مع كهربا او صرف النظر عن التعاقد مع كهربا لسه. المدير الفني لسه ما قالش كهربا يجي ولا ما يجيش، هو في الصوره او بقوه عشان لسه متابعنا من دلوقتي يعني. ده بالنسبه لخبر بوابه الفجر. طيب الوطن سبورت خبر يشد شويه، قال لك ايه 100 يوم طبيب الاهلي يحدد فتره علاج محمود متولي. فانت ال 100 يوم لما تقراها هتقول ايه ده، لسه محمود متولي هيقعد 100 يوم؟ تيجي بقى تقرا المتن يقول لك ال 100 يوم ده شامله بالايام اللي تعور فيها اللاعب من بدايه من مباراه الزمالك في السوبر. يعني هم حسبوا بعد مباراه الزمالك محمود متولي اتصاب، في عدد الايام لحد الاصابه دلوقتي استكمال علاجها يعني هيستغرق كام يوم كمان، فقال لك كله التوتال كله 100 يوم يعني. لكن قصه محمود متولي هو محتاج فتره اكبر للعلاج عشان يتعافى بشكل كامل والعضله الخلفيه تلتئم بعد اصابته بمزق في العضله الخلفيه في مباراه الزمالك في السوبر كسبناها 3-2. قدامه قد ايه؟ قدامه اعتقد 3-4 اسابيع ان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي. سوبر كوره، الاهلي يترقب تقرير فايلر عن متطلبات الفريق في صفقات الشتاء. طيب يبقى ده تاكيد على الاخبار او تاكيد على كلامنا على مدار الايام اللي فاتت ان ما كانش في اي تقرير راحت من مستر فايلر للجنه التخطيط للكره او المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، كمان متمنى له العوده ان شاء الله سالما لمصر باذن الله. يلا كوره، قالت لك ان في مصدر قال لك في يلا كوره في مصدر قال للناس يعني ان فايلر يخطط لضم مهاجم في يناير. واحنا من ساعه ما فايلر جه من يوم ما تم الاعلان عن تعاقد النادي الاهلي مع فايلر قال لك فايلر عايز مهاجم من غير ما الراجل يتفرج او كلام من ده. فكل يوم بتلاقي نفس الخبر ده لغايه لما تيجي شهر يناير، هنخلص من شهر يناير هنقول بقى في الصيف. وهو في الحقيقه يعني بعض الصحف بتتكلم عن موضوع الصفقات لان موضوع الصفقات ده بيشد الجمهور، يعني الجمهور بيبقى عايز يعرف مين جاي مين ماشي كلام من ده. لكن الواقع والحقيقه ايه؟ ان الكلام يكون منطقي جدا في فتره انتقالات تكون مفتوحه، يعني في شهر يناير او قبل شهر يناير باسبوعين ثلاثه مثلا، وفي فتره الانتقالات الصيفيه يعني. لكن دلوقتي لسه الكلام مش فيش اي جديد بخصوصه يعني بخصوص التعاقدات يعني. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، اخبار محليه وعالميه نشوفها. يلا بوابه الاهرام، سكرتير الكاف اشكر الرئيس السيسي على ما يقدمه للكره الافريقيه. اليوم السابع، معاذ حجي نستخدم تقنية الفار مستقبلا في البطولات الأفريقية يا ريت. سوبر كورة، عملاق إيطالي ينافس الأهلي على رمضان صبحي. موقع الكابتن، اطمئنوا رسالة من قطر إلى ليفربول بشأن محمد صلاح. بوابة فيتو، رسميا جوزيه مورينيو مديرا أو مدربا لتوتنهام الإنجليزي. موقع بطولات، حرب داخل باريس سان جيرمان بسبب رحيل مبابي نحو ريال مدريد. بوابة الأهرام وتصريحات خلال مؤتمر صحفي كان النهارده الصبح على هامش بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لسكرتير عام الكاف السيد معاذ حجي، واللي شكر في المؤتمر الصحفي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه على ما يقدمه للكره الافريقيه، واشاد جدا جدا بالدوله المصريه اللي ساهمت بشكل كبير في انجاح بطولتي الامم الافريقيه سواء للكبار او للمنتخبات الاولمبيه. وفي الحقيقه كل التحيه والشكر والتقدير لفخامه الرئيس ولكل المسؤولين في مصر عن تنظيم هذه الاحداث والمحافل الكبيره والضخمه اللي بتحتاج مجهود كبير جدا واللي بتعكس الصوره الحضاريه والممتازه والرائعه عن جمهوريه مصر العربيه. هو قال كمان ان احنا شفنا تنظيم اكثر من رائع، ده معاذ حجي يعني سكرتير عام الكاف، شفنا تنظيم اكثر من رائع على مدار
البطولتين وان مصر بتقدم الكثير والكثير للكره الافريقيه. لسه مع معاذ حجي من اليوم السابع واللي قال ايه كمان في مؤتمر صحفي، قال سنستخدم تقنيه الفار مستقبلا في اليوم السابع في البطولات الافريقيه. الناس سالته في المؤتمر هنعمل ايه في موضوع الفار، قال لك ان احنا بعد ما نجاح تقنيه الفار في بطوله الامم الافريقيه للكبار فاحنا هنحاول خلال الفتره الجايه باذن الله ان احنا نخلي الفار موجود في كافه البطولات الافريقيه، واحنا بنشتغل بشكل كبير جدا، احنا عندنا حكام مميزين حكام افارقه هنحاول ونشتغل على تطويرهم مع كمان عوده او مع استخدام تقنيه الفار. ده هيبقى شيء مهم قوي بصراحه وهيفرق كتير جدا في حاجات مستقبليه في الكره الافريقيه في الحقيقه يعني. طيب سوبر كوره بتقول ايه؟ عملاق ايطالي ينافس الاهلي على رمضان صبحي اصدم على مين؟ نادي اودونيزي الايطالي. وبيقولوا يعني ان نادي اودونيزي ابتدى في مخاطبه فريق هدرسفيلد اللي بيمتلك عقد رمضان صبحي، رمضان في الاهلي اعاره، فقال لك هيبقى في منافسه قويه جدا ما بين اودونيزي وبعض الفرق الاوروبا مع النادي الاهلي في موضوع رمضان صبحي. هنشوف الايام هي اللي هترد علينا في قصه رمضان صبحي، لكن الاهلي بيرغب في استمرار رمضان؟ طبعا بيرغب. المدير الفني بيرغب؟ بيرغب، ما فيهاش نقاش. المفاوضات هتمشي ازاي بقى؟ ده اللي هنشوفه لسه. اللاعب لسه قدامه 7-8 شهور مع النادي الاهلي لحد اخر الموسم، موضوع انه يمشي في يناير ده هنعيده على حضراتكم تاني مستحيل، مش هيحصل، ما ينفعش. لان عقده مع الاهلي لمده سنه اعاره. واحنا لسه في بدايه السنه طيب موقع الكابتن ورساله من قطر لليفربول بشان محمد صلاح بيقولوا لهم اطمنوا احنا مش هنستخدم محمد صلاح سياسيا، وقالوا يعني في اللي انا قريته في نت الخبر يعني ان هم قالوا لهم يا جماعه احنا عندنا ناس كتير جدا مستنيه محمد صلاح تشوفه لان هو عامل جماهيريه كبيره قوي ليه والليفربول، واي حد حتى لو بيشجع نادي معين في النادي التاني بالنسبه له دلوقتي بقى ليفربول من حيث التشجيع والمسانده والمؤازره يعني بسبب محمد صلاح، فما فيش اي استخدام لجوانب سياسيه خاصه بمحمد صلاح في بطوله كاس العالم للانديه اللي هيشارك فيها ليفربول بعد ما حقق بطوله الشامبيونز ليج الاوروبي واللي هتكون في منتصف شهر ديسمبر المقبل. طيب بوابه فيتو واخيرا عادل سبيشال 1 جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام بعد رحيل بوكيتينو المدير الفني الارجنتيني واللي وصل نهائي تشامبيونز ليج من 6 شهور بس، لكن الاداء والنتائج السنه دي بصراحه في بدايه الدوري مش كويسه. هم في المركز ال 14 عندهم 14 نقطه بعد 12 جوله، فده صعب شويه بالنسبه لتوتنهام، فقرروا التعاقد مع جوزيه مورينيو المتشوق جدا جدا ان هو يكون مدرب لفريق كبير ايضا بحجم توتنهام وعنده شغف كبير. بالمناسبه عشان بس نقول لحضراتكم ان الامور في الكوره بتتغير ما بين يوم وليله. مورينيو لما كان مدير فني لتشيلسي في 2015 فحد من الصحفيين ساله هل انت ممكن في يوم من الايام تمسك توتنهام؟ قال لهم مستحيل ان امسك توتنهام علشان انا بحب جمهور تشيلسي وانا عارف الحماس والمنافسة القوية ما بين الجمهورين يعني. الأيام لفت ودارت ومورينيو دلوقتي بقى مدير فني لتوتنهام. هي الكرة فيها متغيرات كتير جدا في الحقيقة. طيب آخر خبر معانا من بطولات. حرب داخل باريس سان جيرمان بسبب رحيل مبابي نحو ريال مدريد. الحرب ما بين مين؟ ما بين الاثنين الموجودين في الصورة على طرفي الصورة. ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وليوناردو مدير النادي أو مدير الرياضي يعني في النادي. ناصر الخليفي ما عندوش مانع انه يبيع امبابي لريال مدريد، ريال مدريد طبعا بترغب في التعاقد مع اللاعب في ايه؟ الصيف اللي جاي، فترة انتقالات الصيفية. ناصر الخليفي عارف رغبة امبابي ان هو عايز يروح ريال مدريد. وده حلم بالنسبة له من زمان جدا، فهو مش عايز يقف قدام رغبته لان في الأول وفي الآخر أنت لازم يبقى اللاعب عندك حابب ان هو يكون موجود. ليوناردو بيقول ان ده كلام مش هيكون إيجابي في صالح باريس سان جيرمان لأن امبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وهيفيد الخطط المستقبلية. لباريس سان جيرمان طبعا فاكرين ليوناردو، طبعا ليوناردو خد كاس العالم مع البرازيل في 98 من افضل البطولات فنيا على الاطلاق، كاس عالم فرنسا 98 ده كان حاجه مبهره يعني، لكن هو دلوقتي مدير رياضي لباريس سان جيرمان، فالخلاف ما بينهم دلوقتي على هل يمشي مبابي يروح ريال مدريد ولا لا. لو هيروح ريال مدريد من المتوقع ان ريال مدريد طبقا للتقارير هيدفع كام؟ تخيل كده 400 مليون يورو عشان يتعاقد مع مبابي، تبقى صفقه كبيره في الحقيقه يعني. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. عايز اروح لتقرير مع الدكتور مهند مدني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنرجع مع ضيفنا العزيز اللي هينورنا ويشرفنا في الاستوديو النهارده الاستاذ احمد الامام الناقد الرياضي بالجمهوريه عشان نستفيد في الحديث في بعض الملفات الهامه جدا. استنونا. عائله الاهلي هي دي العيله، كل انواع الاسره. شوف احنا بنينا العيله دي على ايه؟ اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ واساسها المبادئ
واساسها التطوير، هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه ومش هنتنازل عنها ابدا. طيب بالنسبة للملفات اللي تشرفت بتكليف المجلس ليا بيها، هي طبعا في مجالات مختلفة بحيث ان احنا نحاول نغطي اكبر قطاعات المختلفة في النادي، منها طبعا القطاع الكبير جدا قطاع خدمة الفرق الرياضية والنشاط الرياضي. كان في تكليف كان من ضمن التكاليف اللي اتكلمنا بيها تطوير صالة الجمباز، وده طبعا كان انجاز كبير جدا جدا للصاله، لان كانت متروكه فتره كبيره جدا من الزمن. كنا احنا طورنا الصاله نفسها، لكن كان ناقص ان احنا نطور الاجهزه اللي جوه باحدث الاجهزه الرياضيه. المشروع ده اتكلف اكتر من 5.5 مليون، ودي تكلفه تقريبا اكتر من التكلفه اللي اتطور بيها الصاله. جبنا احدث الاجهزه الرياضيه في مجال الجمباز، ماركات طبعا معتمده من الاتحاد الدولي، وكان ده تكليف من مجلس الاداره انا اتشرفت بيه، والحمد لله نال رضا لعبه الجمباز واثر على النتائج. الجمباز لاول مره في تاريخ اللعبه بين سنين نحقق المراكز الاولى، بالذات في مرحله الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. كمان انشاء صاله الكاراتيه بالجزيره، ده طبعا كان حلم كبير جدا بنحلم بيه كل اسره الكاراتيه، وانا واحد منهم طبعا بتشرف انتمائي لاسره الكاراتيه وانا لاعب. كنت اتمنى ان يبقى عندنا صاله مجهزه ومقفوله مكيفه، الحمد لله ده تم السنه دي، وده طبعا فرق جدا جدا مع اللعبه ومعنويا وتدريبيا وكل حاجه. وده مشروع اتكلف يمكن اكتر من 9 مليون جنيه ان احنا نعمل مكان مقفول ومكيف لاولادنا وابطالنا الصغيرين في لعبه الكاراتيه، ومكان يليق باسره الكاراتيه باولياء امورهم. ده برضو كان انجاز كبير جدا جدا انا على المستوى الشخصي كلاعب سابق للكاراتيه بعتز بيه جدا. عندنا كمان تطوير او تغيير، خدنا قرار بتغيير ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل، وده طبعا هيتم البدء في فترة التوقف اللي جاية. تغيير الأرضية ده هيفرق مع كل الألعاب الجماعية اللي طبعا بتتأثر بشكل كبير جدا بالأرضية، وإن الأرضية دي بقالها من 2007، فده ممكن يعمل لهم أو فعلا بالفعل بيؤدي للإصابات. فإن شاء الله ده بإذن الله برضو من ضمن المشاريع اللي احنا كنا اتكلفنا بيها وهنبتدي بيها إن شاء الله مع أقرب فترة التوقف في ديسمبر بإذن الله. كمان في مجال النشاط الرياضي بس في قطاع مختلف شوية اللي هو قطاع المدارس، الحمد لله برضو كان عندنا تكليف بملف زي مدارس الألعاب لألعاب النادي المختلفة أو المدارس المختلفة، إذا كانت ألعاب جماعية زي الهاندبول والباسكت والطايرة، أو الألعاب الفردية زي التنس والسكواش والكاراتيه. قدرنا إن احنا يبقى في زي رسمي موحد لأولادنا الصغيرين في المدارس، وده طبعا كان تحدي كبير جدا، والحمد لله للسنة الثانية أو على التوالي بيثبت نجاح قرار مجلس الإدارة في الاتجاه ده، إن احنا ما نقبل إنه لازم الأولاد بتوعنا في مدارس الألعاب يبقى كلهم شكلهم موحد، وده بيدي طابع النظام والالتزام والفريق الواحد، وشكلا هو ده اللي ليه باسم النادي الأهلي. وقدمنا الخدمة دي بسعر التكلفة كنوع من انواع ان نرسي قاعده معينه، مش الهدف منها خالص الربح قد ما الهدف منها ارساء مبدا معين بالشكل المظهر الجمالي اللي المفروض يبان عليه مدارس الالعاب. الحمد لله نجحنا في الملف ده. عندنا كمان من ناحيه النشاط الرياضي اتشرفت طبعا بتنظيم بطوله افريقيا للكره الطايره في نسختها 38، واللي حصل عليها الحمد لله النادي الاهلي، وبيزود رصيده من حصيله البطولات الافريقيه في الكره الطايره، والحمد لله كان في ثناء كبير جدا ومن الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بتنظيم البطوله والاداء المشرف اللي كانت عليه اللجنه المنظمه. طبعا انا اتشرفت بكوني رئيس للجنه المنظمه. ده بالنسبه للقطاع
النشاط الرياضي. برضو كمان بتكليف مجلس الإدارة تشكيل لجنة لتخطيط النشاط الرياضي لوضع رؤية في المستقبل اللي جاي لخطة للنشاط الرياضي وأدائه. وأنا بتشرف الموجود في اللجنة دي مع الأستاذ إبراهيم الكفا والأستاذ محمد ضمطي زملائي في المجلس، بحيث أن احنا نوضع استراتيجيات المناسبة لتطوير النشاط الرياضي ولزيادة موارده وتقليل العجز المالي بتاعه واكتشاف المواهب. ده يعني الخطوط العريضة بالنسبة فيما يخص لجنة التخطيط النشاط الرياضي. طبعا في مجالات تانية كانت برضو ألقت يعني بظلالها على أعضاء الجمعية العمومية اللي هو الجانب الخدمي. الحمد لله برضو تكليف المجلس ليا بالإشراف على ملف اللجان، وده ملف كبير جدا في النادي. احنا عندنا لجان كبيرة جدا كتيرة جدا، منها لجنة المرأة ولجنة الطفل اللي استحدثناها لأول مرة في المجلس ده، كانت دايما لجنة المرأة والطفل مع بعض، لكن شدة الإقبال والنظرة والتصور اللي كان مقدمه مجلس الإدارة ساعد الأعضاء كتير ان هم يبقوا متحفزين ان هم يشاركوا في اللجان دي. عندنا كمان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة الرواد، لجنة الشباب طبعا يعني من أكبر مكاسب اللجان، وكمان لجنة الرحلات اللي دلوقتي بقت إدارة الرحلات. الحمد لله عملنا قطعنا فيها شوط كبير جدا جدا، واجهنا تحديات كبيرة جدا كانت فيما يخص الرحلات، وعملنا رحلات مخصصة للرواد بأسعار مخفضة، وغيرنا طبيعة الرحلات وغيرنا طبيعة الانتقالات. ودي وكل اللي احنا وصلنا له هو المرحلة الأولى من الرؤية اللي احنا عرضناها على مجلس الإدارة في تطوير إدارة الرحلات، بأنها تدي للعضو الخدمة اللي هو بيتمناها، وفي نفس الوقت هي إدارة برضو مش هادفة للربح. فيمكن كانت آخر زيارة لينا من ضمن لجنات الرحلات زيارة مدرسة الصاعقة ومدرسة المظلات في أنشاص، وقد ايه كان وقعها كبير جدا علينا كلنا، كل اللي شارك فيها من الإدارة التنفيذية ومن أعضاء النادي ومن الأطفال ومن كبار السن ومن أعضاء مجلس الإدارة. فالحمد لله بناخد خطوات كويسة جدا في مجال خدمة الأعضاء. طبعا عندنا ملف كبير جدا اللي هو الملف الطبي وخدمات الملف الطبي للأعضاء كبار السن والأعضاء العاديين. الحمد لله عملنا كذا بروتوكول محترمين جدا هيفيدوا أعضاء النادي. أنشأنا وحدة علاج طبيعي مستحدثة بالكامل في فرع مدينة نصر. دي طبعا كان ليها واقع كبير جدا، لأن مدينة نصر كانت في طلب أن يبقى في وحدة للعلاج الطبيعي مقارنة باللي موجودة في الشيخ زايد وفي الجزيرة. عملنا كمان بروتوكولات فيما يخص الأجهزة الطبية وأجهزة السكر والضغط، والحمد لله قدرنا نجيب لأعضاء النادي أسعار تكاد تكون بالمجان فيما يخص الأجهزة الطبية. كمان الحمد لله برضو أجهزة الاستشفاء اللي ساعدت فريق كرة القدم على أنه هو يكمل برنامج الريكفري بتاعه، الحمد لله كانت من الإنجازات الكبيرة جدا حققناها، وكان الاتفاق اللي تم اتفاق غاية في الروعة يصب في مصلحة النادي في المقام الأول وفي مصلحة فريق كرة القدم. كمان عندنا مشروع التأمين الطبي اللي عملناه لأعضاء النادي بعروض منافسة جدا جدا، مش هيقدر عضو النادي ان يلاقي زيها لو هو حابب يأمن على نفسه طبيا. بالنسبة للناس اللي هم ما عندهمش شغل ثابت او عندهم شغل خاص او ما عندهمش شركات او اماكن بتقدم لهم خدمة التأمين الطبي، او اللي بيتقدم خدمة التأمين الطبي بس مش متوفرة لأولاده ولزوجاته، فطبعا قدمنا خدمة التأمين الطبي. عملنا كمان كارت خصومات للأعضاء فوق 65، وده بيقدم خدمة العلاج للكبار السن فوق 65، والنادي هو اللي متحمل تكاليف إصدار الكارت بالكامل وتقديم الخدمة. الحمد لله يعني في أمور كتير جدا جدا قدرنا نغطيها بشكل كبير جدا فيما يخص رؤية مجلس الإدارة للدورة دي وفيما يخص البرنامج الانتخابي. نتمنى إن شاء الله إن احنا يبقى عندنا الفرصة نقدم كمان كل اللي نقدر عليه لخدمة أعضاء النادي وخدمة الموظفين والعاملين وخدمة الفرق الرياضية، وده دورنا تجاه كل الشرائح المنتمين للنادي الأهلي. وطبعا الفترة اللي جاية لسه هتشهد كمان حاجات كبيرة جدا وملفات كتير جدا مهمة احنا هنشتغل عليها الفترة اللي جاية.
العائلات الأهلية هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه. أول ثلاث كلمات تحت أساسها التاريخ وأساسها المبادئ وأساسها التطوير، هي دي عائلة النادي. أستاذ أحمد الإمام الناقد الرياضي بالجمهورية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا، أخبارك إيه؟ سعيد أنا متواجد معك. إحنا أسعد بكل تأكيد، منورنا. شكرا. قبل ما نستفيد في الحديث مع أستاذ أحمد إمام، عايز أقول لحضراتكم بعض الأخبار السريعة أو خبرين بالتحديد. يعني كابتن مجدي عبد الغني رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قال إن في 5 لاعبين من مصر مرشحين لأفضل 11 لاعب في أفريقيا، وهم محمد صلاح وأحمد حجازي وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوي. قال كمان إن محمد صلاح هينافس ماني ومحرز على جائزة الكرة الذهبية الأفريقية. الخبر الثاني إن شركة بريزنتيشن اتفقت خلاص بشكل رسمي مع الميجا ستار تامر حسني، المغني الشهير طبعا والمعروف والمميز جدا في الحقيقة، إن هو هيكون في حفل الختام الخاص ببطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، عشان إن شاء الله تكون حفلة مميزة جدا. وطبعا تامر حسني من المغنيين الرائعين في الحقيقة يعني، فده أيضا خبر مهم. إن شاء الله التنظيم يخلص بالشكل المميز بحفل ختام يكون رائع، واضح الشغل باين من شركة بريزنتيشن، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. أستاذ أحمد، يعني عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، والأهم طبعا ان احنا نبتدي بايه؟ بالمنتخب الأولمبي، لان ده الحدث الأبرز خلال الساعات والأيام الحالية. يعني رأيك ايه؟ تأهلنا الحمد لله وصلنا للأولمبياد، يعني كان في اختلاف في الآراء على أداء المنتخب وكان من ده، لكن احنا عايزين نتكلم في الفرحة، فرحة الشعب المصري المجمل بتاع البطولة حتى الآن، رأيك فيه؟ طبعا واضح جدا للجميع ان المنتخب الاولمبي اعاد بسمه للشارع المصري كانت غايبه عننا بقالها فتره، ويمكن معظمنا شاف فرحه الجماهير والناس العاديه خالص في الشارع وفرحتهم بمنتخب ابناء كابتن شوقي غريب. طبعا المنتخب محقق العلامه الكامله، يعني بدايه ما شاء الله عليه جدا، بدايه من الفوز على مالي وحتى ثلاثيه نظيفه لجنوب افريقيا وضمان التاهل. واعتقد ان شاء الله ان هيكون كمان الفاينل هيكون لمصر ان شاء الله، ونتوج بالبطوله باذن الله. نتمنى ان هم يعوضوا شويه الاحساس الاحباط اللي جاي لنا من المنتخب الاول، ونتمنى التوفيق طبعا للمنتخب الاول في الفتره المقبله ان شاء الله. ولكن المنتخب الشباب منتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي قعدنا لجو كده من الفرحه يمكن ما حسيناهوش شويه من 2006 في مصر. قديم جدا في الحقيقه. دي حقيقه. طيب ابرز الجوانب اللي انت شايفها في البطوله، سواء من حيث الاداء الفني او رجوله اللاعبين في الملعب، الحضور الجماهيري، تنظيم البطوله، بتشوف الكلام ده كله ازاي؟ انا شايف ان اللعيبه عندهم دافع قوي جدا، وهو كان التاهل لاولمبياد طوكيو 2020. اللعيبه كلهم، يمكن الموضوع قبل ما اتكلم على اللعيبه يمكن اتكلم على الجهاز الفني اللي بيقود المنظومه دي فنيا. كابتن شوقي غريب عنده ملكة غريبة جدا مع السن ده، يعني هو نجح طبعا مع الشباب في 2001 البرونزية بتاعت كأس العالم. بالظبط، يمكن كان ده برضو الإنجاز الأبرز يعني طبعا. كابتن شوقي غريب أنا كان لي الشرف أن أنا كنت أعمل معاه حوافي في 2012، وكان يمكن هو وقتها كان لسه متولي قيادة مهمة المنتخب الأول. كان مدير فني. بالظبط، اول ما جه يمكن كان حوارنا قبل ما يتولى اول مران يعني للفريق. وكان عنده رؤيه واضحه جدا واستراتيجيه واضحه جدا من 2012، ويمكن هو ما اسعفوش الوقت ان هو يثبت ده مع المنتخب الاول، ولكن بيعود لمكانه الطبيعي في بناء جيل للمستقبل. انا يعني متوقع ان شاء الله نجاح اكبر من كده، لان مش كابتن شوقي غريب لوحده برضه طبعا، مع منظومه بتعاونه، مع جهاز فني قريب جدا من اللاعبين، واصلين لدرجه من يعني متداخلين جدا، سواء شوقي او شيتوس، متداخلين جدا في حياه اللاعبين، في حياتهم الشخصيه، في حياتهم اليوميه شويه، مش كبار الى حد كبير، وهم عصرهم وهم نجوم بالنسبه لهم في الملاعب، فده بيؤثر جدا. وده يمكن اللي كان بيخلينا نقول ان احنا حتى مش في كره قدم بس، في كل الالعاب في الدنيا محتاجين يكون في سوبر ستار موجود في كل جهاز فني علشان يكون قدوه ونموذج للاعبين.
بالنسبه للاعبين نفسهم طبعا الحماسه كانت واضحه جدا والاداء الرجولي كان واضح جدا. يمكن ده اللي كنا بنلمسه في بعض اللاعبين في المنتخب القومي طول عمرنا. شايفين تقريبا كل اللاعبين حتى اللي على دكه الاحتياطي في المنتخب الاولمبي على قلب راجل واحد فعلا. في احساس كده ان احنا اولا عايزين نتاهل، ثانيا عايزين ناخد البطوله، ثالثا عايزين نعمل انجاز في تاريخنا وتاريخ مصر. كان واضح ده جدا، وبقول لهم وصل لنا احساسكم جدا، وصلت لنا روحكم جدا، ووصلت لابسط حد بيتفرج عليكم في القهوه في الشارع بالزبط. كانوا عاملين حاله انا كنت سعيد بيها جدا الصراحه. الناس فرحانه بيهم، يعني الناس فرحانه بالزبط. بروحهم كمان في الملعب ان هم بيموتوا نفسهم على كل كوره بالظبط. لان احنا كنا نسينا الموضوع ده شويه مع المنتخب الاول. الروح القتاليه كده دي كانت غايبه عننا كلنا. رايك ايه في تصريحات الكابتن شوقي غريب بعد المباراه امبارح، واللي قال ان هو بيخطط لكيفيه الحصول على ميداليه في الاولمبياد؟ اعتقد ان الخلاف طبعا قال لك بين الشوطين، قلت ايه للاعبين، في البعض يتفق والبعض يختلف مع الكلام اللي هو قاله لك في كل الاحوال. يعني هو وعد او قال بنسبه كبيره ان شاء الله هنقدر نجيب ميداليه. يعني والله يعني في نماذج كتير جدا بتقول لنا ان احنا الموضوع مش صعب خالص. الموضوع زي ما كل العالم المحترف شغال عليه. احنا عندنا فتره اعداد كافيه، عندنا اختيار عناصر جيده في كل مركز، عندنا انضباط بيمشي على الكبير قبل الصغير في معسكرات المنتخب. اعتقد الثلاث نقاط دي هامه جدا جدا قبل ما نتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم اي حاجه. مش مستحيل ان احنا نحقق ميداليه في اولمبياد. يمكن اتفق مع كابتن شوقي ان ممكن جدا بالروح اللي احنا شفناها دي، بالاداره اللي احنا شفناها دي داخل صفوف الفريق، بالروح القتاليه اللي لسه بتشير اليها اللي احنا ما حسيناهاش بقالنا كتير، فليه لا، ممكن جدا نلاقي نفسنا بنحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو في انجاز غير مسبوق. يعني شايف ان احنا عندنا مقاومات، احنا عندنا مقاومات، المقاومات موجوده. ولكن كل بطوله بيبقى ليها عناصر نجاح مختلفه عن اي بطوله اخرى. يمكن الاولمبياد مش حدث هين ومش حدث صغير طبعا، ده حاجه كبيره جدا بالظبط، يكاد يكون الاكبر في العالم بعد كاس العالم يعني تقريبا. ولكن الاولمبياد مش مستحيل ان مصر تحقق فيها ميداليه. شفنا ناس كتير قوي خرجت عن المالوف وحققت حاجات احنا ما كناش نتوقع ان احنا على الاقل في المرحله الحاليه عندنا المقاومات دي. ولكن واي نوت، يعني وارد جدا طبعا، ونتمنى طبعا كل التوفيق ان شاء الله. ولكن يستمر الروح دي تستمر داخل صفوف الفريق، التعامل ده يستمر من الجهاز الفني تجاه اللاعبين، نشوف ان فعلا الروح دي مستمره، وارد جدا كل حاجه في الدنيا تتعمل. طيب المباراه اللي جايه مع كوت ديفوار احنا عايشين حاله فرحه كبيره، هل ممكن الحاله دي تاثر على اللاعب المنتخب في مباراه ممكن تفوز من خلالها ببطوله، ولا شايف هنتعامل ازاي في القصه دي يعني كجهاز فني؟ من وجهه نظري انا الشخصيه، انا شايف ان الجهاز الفني طبعا ما فيهاش نقاش ان هو بيطمع في التتويج بالبطوله اكيد، وعلشان تبقى الفرحه فرحتين زي ما بيقولوا. وده طبعا اعتقد ان هو مش بعيد خالص. منتخب كوت ديفوار منتخب قوي وكل حاجه، وعنده اكتر من عنصر مهم جدا، وعنده مفتاح لعب في صفوف الفريق كويسه جدا، يمكن ابرزهم يوسف داو. انا شايفه لاعب بيخلص لكوت ديفوار. ولكن اللاعبين بقى، هنا السؤال يجي للاعبين، هل انتوا اكتفيتوا فعلا بمجرد التاهل لاولمبياد طوكيو؟ هي تحدي ومعادله مهمه جدا بالظبط في الحقيقه. بالظبط اتفق معاك تماما، هو تحدي ومعادله بالظبط، ولكن المعادله ليست صعبه تماما. وارد جدا زي ما قلنا من شويه مقاومات النجاح متوفره، خلاص وارد جدا تعمل اي حاجه. الناس بره اللي بتحقق ميداليات ذهبيه في الاولمبياد في كل الالعاب مش ما بيعملوش حاجه، هم مش سوبر هيروز يعني طبعًا. زي ما بيقول هم بس بيشتغلوا على نفسهم كويس، بيتمرنوا كويس، ملتزمين بالشكل المطلوب عشان يقدروا يوصلوا للهدف الاول. وبيتلقوا نقطه هامه جدا اخيره في عناصر النجاح، ان بيتلقوا دعم كافي جدا صح، وبيتلقوا فتره اعداد كافيه جدا وتجمع بفتره وافيه جدا. اعتقد ان احنا محتاجين بس نستمر على ان احنا ننتهج الاسلوب العلمي في الاداره الرياضيه بشكل عام. المنتخب اعتقد ان كابتن شوقي غريب لامس النقاط دي شويه، ولكن موضوع الروح وان الجهاز الفني قريب من اللاعبين الكلام ده كله جميل. انت قلت كلمه مهمه دلوقتي، احنا محتاجين فتره اعداد كويسه عشان نشارك في الاولمبياد صح؟ طبعا. فهو نداء بقى للمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه الخماسيه، مش عايزين تاجيلات صح؟
لان ممكن يحصل نفس اللي حصل قبل بطوله الامم الافريقيه للكبار المره اللي فاتت واتزنقنا ومشاكل الانديه وبيانات وفي الاخر البطوله اتلعبت وشفنا المنتخب كان اداؤه سيء جدا. لا احنا عايزين البطوله بتاعه الدوري بطوله المحليه تبقى منظمه بشكل المطلوب عشان نلاقي المسافه الكافيه والمساحه الكافيه للمنتخب الاولمبي في الاعداد للاولمبياد عشان نلاقي الشكل اللي احنا مستنيينه. فهنا ايه الكره في ملعب مين بس كده اللجنه الخماسيه لازم يشتغل على الموضوع ده من دلوقتي يعني. اعتقد ان اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره القدم محتاجه ان هي تحط المبدا ده نصب اعينهم جميعا. لازم يفكروا عايزين نعمل حاجه بجد حاجه تشرفنا بجد ولا عايزين نعمل اداء مشرف بالزبط. ولا عايزين اتاهلنا وخلاص احنا عايزين ميداليه. دي ثلاث حاجات مهمه احنا طمعين شويه بالزبط. حقنا واحنا حقنا جيل زي ده بالمقومات دي من حقنا جدا ان احنا ناخد ميداليه. ولكن اعتقد ومش عايز اكون متشائم ولكن اللجنه الخماسيه مش هتعمل الموضوع بالسلاسه اللي احنا متخيلينها. ليه ايه العقبات قدام؟ لا كتير يعني يمكن اهم حاجه هتواجههم الانديه وفي موضوع ضم اللاعبين من الانديه على المنتخب للتواجد فتره تجمع كافيه. خلي بالك الاولمبياد هتبتدي في نص سبعه او بعد نص سبعه كمان فانت يعني في النص الاخير الدوري مثلا إيه؟ في خمسه وبطولات الافريقيه كمان هتخلص في خمسه لو تمام. ان شاء الله الانديه المصريه وصلت للنهائي فعندك مسافه اهي. الحاله الوحيده اللي تخليك ان انت ما تستعدش كويس ان انت يبقى عندك تاجيلات كتير فتلاقي الموسم لحم في بعضه زي الموسم الاستثنائي اللي عدى ده اللي هيحصل. سنه كامله كوره وده اللي هيحصل وانا مش عايز اكون متشائم متوقع ان ده اللي هيحصل. طب انا مش متوقع انا متاكد ده هيحصل. متاكد كمان استحاله هتعدي من غير تاجيلات انا متاكد لان انا في الاول الصراحه وخلاني اتكلم بكل صراحه طبعا احنا بنحب الكلام صراحه انا كنت من اشد المعجبين جدا 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 بمجلس الاداره الحالي او اللجنه المؤقته الحاليه تمام. ولكن انا شفت كذا موقف حصل اكد لي ان احنا ما فيش اي جديد حصل ما فيش اي تغير. خلينا نتكلم بكل صراحه ما فيش اي تغير. تغير عشان يحصل يبقى لازم يحصل قرارات حاسمه تتحط من الاول. يمكن الجنايني قال في الاول خالص النظام والانضباط هيمشي على الكبير قبل الصغير. حلو. ما فيش استثناءات صح قال كده وفوجئنا بعد كده بان بتحصل استثناءات صح. يبقى اذا احنا ماشيين في نفس المسار خلاص نقعد بقى نريح ونعرف ان احنا لسه ماشيين في نفس الكلام. طب يمكن موضوع التاهل الاولمبياد ده يديهم دافع يعني شويه ان هم يحاولوا يخلوا المنتخب يستعد بشكل ما اعتقدش مش هيمر المسابقه مش هتمر بدون تاجيلات وافتكر كلامي ده انا باكده لك دلوقتي مش هتمر بدون تاجيلات. يعني نتمنى لهم يا رب كل التوفيق نتمنى ان يبقى مفيش تاجيلات رغم ان فعلا زي ما الاستاذ احمد كده بيقول وناس كتير بتتوقع ان هيبقى في تاجيلات اخرى يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى لهم كل التوفيق عشان المنتخب ده يستعد بشكل جيد ونشوف صوره مشرفه وليه لا ما نجيبش ميداليه في الاولمبياد باذن الله في طوكيو 2020. عايز معاك الحديث عن المنتخب الاولمبي في الحقيقه وابرز نجوم المنتخب من وجهه نظرك مين؟ طبعا انا يعني طبعا هم كلهم نجوم كلام بس يعني طبعا كلهم شاركوا في الانجاز وكلهم نفس الروح وحتى اللي ما شاركوش خالص وكانوا على دكه الاحتياط انا متاكد من روحهم كانت حالتها معامله ازاي. ولكن طبعا بنحط في المقدمه من وجهه نظري برضه الشخصيه بنحط في المقدمه رمضان صبحي ومصطفى محمد طبعا. عبد الرحمن مجدي هايل جدا 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 احمد ياسر ريان كويس جدا واضافه لما نزل وجاب لنا ثلاث على فكره الجون بتاع احمد ياسر ريان ده هو اللي غير مصر كل البطوله يعني البطوله طبعًا. كلها المسار اتغير تماما المسار اتغير تماما وهدف يعني احنا لو لا قدر الله كنا تعادلنا الماتش ده او بتاع وانت كنت عامل اداء وحش في ماتش مالي فهتلاقي بقى خلاص. الدنيا بتنزل زي ما كنا شفنا المنتخب الاول كان هدف مؤثر بالفعل جدا جدا لكن المسار جدا المسار فعلا اتغير بهدف احمد ياسر ريان والجميل في اللاعب ان هو نزل غير ماتش نزل جاب جون فوز فاهم قصدي فخلى الامور تمشي في الاتجاه الايجابي بالنسبه لمنتخب مصر دي حقيقه. وطبعا ممكن بنضيف عليهم كمان احمد فتوح كان عاجبني اداؤه جدا 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 طبعا ولكن زي ما اشرت في الاول كل اللعيبه كانوا نجوم جدا ولكن احنا بنتكلم على ابرزهم الأبرز. يعني بالظبط بالظبط. طيب الجمهور بقى احنا شفنا منظر امبارح مفيش احسن من كده نعمل ايه عشان نحافظ على الشكل ده نعمل ايه عشان كل الماتشات للانديه للمنتخبات الفتره اللي جايه تبقى بنفس المنظر اللي احنا شفناه ده من وجهه نظرك يعني. بص موضوع الجمهور ده يمكن احنا لو اتكلمنا فيه ممكن ياخد حلقات ولكن الكره انا شايفها في ملعب الجمهور نفسه كويس انا شايف ان احنا نلتزم بان احنا رايحين الاستاد علشان نشاهد لقاء سواء لناديه سواء لمنتخبي ايا كان انا بلتزم بتعليمات الامن في الاستاد حلو ده بس واضح ان الجمهور اهو بيعمل رائع
جهد كويس والناس ما بتعملش مشاكل البطوله اللي فاتت البطوله دي يعني. ما هو دول ما عملوش مشاكل ولكن انت تعرف منين ان لما العجله تمشي تاني يدخل بتوع المشاكل في النص؟ انا اعرف ازاي؟ ما مش هعرف. ونعرف ازاي دي الوقت انا عندي قوه في التعامل. ايوه بالظبط، وان انا احط ضوابط وقوانين تخليني ان انا اعاقب اي حد يخطا. بالظبط، علشان كده انا كنت بتمنى ان حتى الدوري المصري يبقى بنفس النظام تامين دخول الجماهير بالزبط. اللي شفناه في الامم الافريقيه السابقه. شايف ان مصر تقدر تعمل ده، ولكن طبعًا. هل احنا نقدر نعمل ده طول السيزون كامل؟ هو السؤال هنا دي اجابته مش عندي، ده اجابته عن القائمين على طبعًا. تامين اللقاءات. ولكن الجمهور نفسه يعمل اللي عليه، ولما الشباب تروح الاستاد تروح علشان فعلا ترجع الصوره الذهنيه الجميله لكل الناس عن الجماهير في الملعب، علشان يقدروا حتى بعد كده اللي بيتكلموا في عوده الجماهير يتكلموا بقلب اكتر من كده ليهم. ولكن الاجراءات دي كلها بتعود في الاخر في يد الجهات الامنيه طبعا. لان هي ادرى وملمه بنقاط كتير جدا ممكن تكون غايبه عننا، فهم ادرى بده. ولكن انا شايف ان الظهور كان مشرف جدا 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 فعلا. والجمهور كان محتاج على الشق بقى التاني للجماهير، الجمهور كان محتاج ان هو يشوف اداء يروح له صح ويحضر له ويدعمه. الجمهور ابتدى فعلا برضو يروح اكتر بعد ماتش غانا طبعا. ماتش غانا كان واضح جدا كتير جدا بصراحه جدا جدا. الجماهير المصريه جماهير محترمه جدا. نص ساعه الاخيره في الماتش هي اللي فرقت طبعا جدا. الجماهير المصريه جماهير محترمه جدا جدا أكيد. ولكن للاسف في بعض الجماهير بتستفز خلال اللقاء، بتبقى جايه من الاول بنيه ان هي تستفز حد او بتستفز خلال اللقاء من حد، الله اعلم عندهم توجه معين بعضهم. ساعات بتستفز من تصريحات بعض المسؤولين اللي للاسف هم مش مسؤولين بتصريحاتهم يعني. بالظبط بالظبط، انا معاك. للاسف في بعض المسؤولين غير مسؤولين فعلا، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. اتمنى ان كل حد يبقى في مكانه بيعمل اللي عليه صح، وبيكون هو في الاول قبل ما يكون جه مكانه ده ونطلب منه يعمل اللي عليه يكون هو مؤهل اصلا للمكان اللي هو راح له، علشان ما نشوفش بعد كده عيوب بشعه جدا بتلقي بظلالها على ثقافه جمهور وعلى ثقافه متابعين. اتمنى ان اي حد في مكانه طبعا يكون قدوه، عشان النقطه اللي حضرتك اثرتها دي مهمه جدا جدا بالظبط. اي حد يكون في مكانه قدوه، لازم يبقى قدوه بالظبط. حتى التصريح اللي بقوله لازم اكون عارف ابعاده ايه، لازم ابقى عارف ده ممكن يأثر على ايه، وفي كلام ما يحملش معنيين ما يجيبش ان هو يتقال حتى لو انا نيتي حسنه. يعني حتى في حاله توفر النيه الحسنه لازم اختار كلامي ما يحملش معنيين علشان ما حدش يفهمه غلط. اتمنى ان شاء الله ان الجماهير تعود للمدرجات بشكل كامل في اسرع وقت ممكن. واتمنى منهم ان شاء الله الالتزام بالتعليمات الامنيه، علشان هو ده سبيلهم الوحيد خلاص لعودتهم. خلاص تعود بقى على الكلام من ده. بالظبط بالظبط. نجاح مصر في تنظيم البطوله دي والبطوله اللي فاتت ان ده اللي يدل عليه، يدل على ان مصر فيها قامات إدارية كبيرة جدا، وان كان بعضها صغير في السن وقليل الخبرة، ولكن التفكير موجود صح. الفكر الاحترافي في ان انا انظم بطولة بشكل يليق باسم بلدي ده موجود، كنا بنشوفه يمكن الاول بشكل كبير في منتخبات مع عفوا في دول احنا شايفينها ان هي متقدمه جدا، ولكن مصر اكثر تقدما من دول كتير قوي احنا شفناها بتنظم المسابقه بشكل قوي جدا. الاداره الرياضيه في مصر انا شايف ان هي ممتازه جدا، تنظيم البطولات ممتاز جدا، ولكن في برضو شويه الحاجات الصغيره دي. زي ايه؟ شويه حاجات صغيره قوي بتحصل اداريه، يعني انا احب ان انا اسميها بعض الامور الغير منضبطه اداريا، وبعض التدخلات بدون اي داعي في الامور التنظيميه في بعض الاحيان. ولكن اتمنى ان مش لازم تكون البطوله عليها سبوت كبير قوي علشان تطلع بالشكل اللي احنا شفناه، عشان نركز قوي بالظبط. وتبقى العيون كلها عليا، وتبقى القياده السياسيه مهتمه، ورئيس مجلس الوزراء بيرعى لا لازم يبقى اسلوب حياه ان انت تنجح بالظبط كده. لو نظمنا بطوله العاب قوه لناشئين تحت 15 سنه نشوفها بنفس المستوى صح. هو ده اللي انا عايزه. عايز ان احنا نشوف مصر فعلا في المكان اللي تليق بيها، واعتقد ان احنا اوضاع كتير جدا جدا في مصر بتؤهلنا ان احنا نستقبل اكبر البطولات أكبر الأحداث العالمية، ونقدر إن احنا نستوعب كل الدنيا بالظبط. وشايف إن القيادة في الفترة الحالية قيادة سياسية للبلد يعني مدية اهتمام كبير جدا للرياضة، وبتطلب مننا إن احنا نعمل ده. فبالتالي يبقى العيب مش في أي حاجة ولا في أي دعم، العيب في بعض العقليات الإدارية في مصر.
اتمنى ان هي تشوف الموضوع بمنظور اكبر من كده شويه، تنضج شويه. بالظبط كده، بالظبط. طيب نتكلم شويه على المنتخب الاول. احنا فرحانين بالمنتخب الانديه وكل حاجه، لكن لازم في نفس الوقت ان احنا نقيم المنتخب الاول او نتكلم في الاسباب اللي ادت لتدهور النتائج والاداء. بتشوف التعادل مع كينيا وجزر القمر اسبابه ايه؟ هل اسباب بتتعلق بالجهاز الفني، بتتعلق باللاعبين، بتتعلق بالاستعداد قبل الماتشين، شايف ايه؟ بص، يعني كابتن حسام البدري قال كلام انا الصراحه شايفه انه مش في وقته، اللي هو احنا انا مسكت المنتخب متاخر وكان القرار يعني اتنفذ بشكل متاخر. طبعا اولا انا حسيت من كلامه بشكل عام ان هو كان عنده احساس وصل له، مع كامل احترامي لي، ان هو كان عنده احساس كامل بان هو كان المنافس الاوحد على قياده المنتخب الاول. اعتقد لا، كان في اسماء كان لسه في أسماء، ويمكن ده كان اقرب منه كمان. بالظبط كده، بالظبط كده. ولكن يمكن حصل التاخير ده كان علشان المفاضله بين افضل حد ممكن ان هو يتولى المسؤوليه، ما كانش علشان اي حاجه تانية. ولكن انا شايف ان كابتن حسام البدري رايح وجهازه الفني رايحين لحته التبريرات اكتر من الشغل على ارض الواقع. مركز في الاخطاء، مركز جدا، بيتقال ايه عليا، انتقدوني ازاي في اخطائي، وده مش هيقدمه في حاجه. يعني مع كامل احترامي ليه ولتاريخه التدريبي، ولكن كابتن حسام البدري عنده مشكله ان هو يمكن مركز شويه في الانتقادات اللي بتوجه له. وانا برضو عشان اكون يعني منصف جدا، في موجه برضو في الفتره الاخيره يمكن ضد الجهاز الفني للمنتخب الاول، ويمكن سوء النتائج وغياب الهويه للمنتخب بغض النظر عن النتائج، حتى غياب الهويه داخل الملعب بالزبط. مساعده جدا على الموجه دي. طيب ولا هو خطا من الجهاز الفني ان هو اقحم نفسه او خلق بعض الازمات من غير لازمه؟ يعني عندك مثلا موضوع الشهره، موضوع صلاح والمعسكر جاي ولا مش جاي، بس هو عنده انا عذرا تحديدا موضوع الشهره ده أنا خلقت أزمة مفيش يعني. أنا الصراحة حسيت بحاجة غريبة جدا وقتها، يعني مش هقدر أوصفها تماما. إيه دلوقتي الموضوع ده؟ يعني خلينا نتكلم بقى كده ببساطة للناس. إيه لازمة دلوقتي قصة زي دي؟ الموضوع متحدد، يمشي في إطاره. كبير. إيه وبعدين أنت اخترت حد شايف إن هو مش أفضل، والحد التاني عنده كاريزما أفضل أو عنده قيادة مثلا أكتر بغض النظر عن خبرته أو تواجده بالأقدمية. إحنا الأول نتفق، احنا مع كل الناس، احنا عايزينها بالاقدميه ولا عايزينها باختيار المدير الفني بناء على هو حسمها خلاص، قال لك الاقدميه بس بعد لغط كتير جدا. انا عارف، انا بتكلم في اولها، كان لازم نحسب ده من الاول. هو اللي اثار المشكله. انت برضو بتقول ان بقى الاعلام بيهاجم الكابتن حسام بدري او بيهاجم الجهاز مش الفني، مش الاعلام، لا انا بتكلم حتى السوشيال ميديا بشكل عام. الكابتن حسام بدري والجهاز الفني هو اللي عمل ايه؟ هو اللي ادى الماده الخام للاعلام للحديث فيها، للحديث عنها بالظبط. فيبقى الرق يرجع لسوق النتائج كمان بعد كده. بعد كده بس سوق النتائج ده نتيجه للأزمات اللي خلقت بدون اي داعي من الاول، ازمه شرط القياده، ازمه بيراميدز، ازمه مش عارف مين، كذا حاجه، كذا ازمه حصلت. كان هو ابرزهم يمكن هي شرط القياده في الاول، ثم بعد كده ازمه نادي بيراميدز. انا شايف ان المنتخب الاول للاسف للاسف انا مش شايف ان في اي تقدم. كل دول مع اتحاد الكوره برضو، يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا هو جهاز فني بس هو السبب. اتحاد الكوره طبعا هي منظومه بشكل عام، هي اللجنه طبعا الموضوع بشكل عام كله بيشيل الموضوع. ولكن خلينا نكون يعني بنتكلم بصراحه، زي ما قلنا المنتخب الاول عنده مشاكل كتير جدا فعلا، ومشاكل فنية، وبعض اللاعبين لا يستحقوا ان هم يرتدوا قميص المنتخب. خلينا نكون بقى صراحة جدا، صح. كتير جدا. لازم ان احنا نبدأ نبص الفترة اللي جاية ازاي هندعم المنتخب بالشكل الناس اللي اولا عندها الروح وعندها المسؤولية اللي تقدر بيها ارتداء قميص المنتخب. ثانيا، مين بقى من اللعيبة اللي عندهم شخصية دول بيمتلك المقامات الفنية داخل الملعب انه يلعب؟ العنصرين لا غنى عنهم، ما ينفعش يبقى مهاري قوي او هيفيدني في الفرقة قوي وما عندوش انضباط او ما عندوش روح او ما عندوش مسؤولية او تقدير للمسؤولية. ولكن اتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني الاداء يتحسن شويه، لان الشكل العام بقى مش لطيف تمام. منتخب مصر في حاله سيئه جدا جدا طبعا، لازم يتم معالجه الاخطاء عشان الدنيا تبتدي تتظبط يعني باذن الله تعالى. نتكلم على الاهلي شويه، واحنا خلاص بقى قربنا على الماتشات. اول ماتش الاهلي يوم الاثنين، بعد كده ماتش نجم الساحلي يوم 29 ان شاء الله يوم الجمعه. فاستعدادات النادي الاهلي كانت من خلال كان في معسكر قبل كده في دبي، وبعد كده رجع الاهلي استعد في القاهره، ومن خلال كمان مباراه وديه كانت امبارح. بتشوف ازاي الاستعدادات والمرحله غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي للمرحله اللي جايه ان شاء الله؟ اولا حابب ان انا اقول ان يعني النادي الاهلي
عنده تحديات كتير الفترة اللي جاية، صح، والموضوع مضغوط عليه شوية، علشان كده يمكن هو بدأ، عرفت ان اللاعبين الدوليين بدأوا ان هم فور عودتهم دخلوا في برنامج خاص بيهم لإعدادهم. جيرالدو بكرة هيكون موجود، بالضبط هيكون موجود ان شاء الله بكرة. النهارده الدوليين اللي كانوا موجودين في منتخب مصر الاول وتواجدوا النهارده، اه كان موجود تقريبا عمرو السولية وكل موجود بالضبط. اللقاء امس امام الودي امام المصري للاتصالات باين شويه، يعني يمكن انا شفت طريقه يمكن يكون اول مره النادي الاهلي بيلعب بيها. انت اتفرجت على الماتش؟ شفت، انا كنت موجود في استاد التتش امبارح. يمكن طريقه مختلفه شويه، مش عايزين بس نوضحها يا باشا. خلاص اوكي، انا هو الجهاز الفني القناه كانت نفسها تذيع الماتش. انا كنت موجود والله بالصدفه في النادي، وطبعا الماتش كان لازم ان انا اتابعه يعني، لكن شايف جوانب ايجابيه يعني في العموم، يعني شايف جوانب ايجابيه جدا، وشايف ان بشكل عام الاهلي يمكن كان، انا يمكن اتفاجئت امبارح برضو ان انا شفت مشاركه كابتن اكرامي في اللقاء. وليد ازارو الهدف البنالتي اللي جابه، اداؤه كان عامل ايه في المباراه؟ تحركه كان جيد جدا، ولكن يمكن لقاء رسمي يبان فيه تحركه بشكل افضل. طبعا بيبقى طبعا لقاء ودي، انت عارف بيبقوا متحررين من ضغوط كتير جدا، التركيز يمكن بيبقى اعلى شويه من اللقاءات، ولكن انا شايف ان مستر فايلر ماشي بشكل مقدر وضع واسم كيان النادي الاهلي، حلو، وحاطط قدامه جدا جدا، ودي ميزه على فكره انا شايفها قويه جدا في مستر رينيه فايلر، ان هو حاطط قدام عينه على طول، حتى هو بيتواصل بشكل دايم مع جماهير النادي الاهلي وكده. انا شايف ان هو اول نقطه مهمه فيه ان هو مقدر الكيان اللي هو بيدربه واسمه وجماهيريته العريضه. تاني حاجه مهمه جدا فيه ان هو علاقته طيبه جدا باللاعبين، وعارف يتواصل مع كل واحد من الحته بتاعته، ودي حاجه احنا ما بنشوفهاش كتير قوي في المدربين الفنيين. طبعا قليله بصراحه جدا. وانا يمكن انا شخصيا وبكل صراحه انا اتفاجئت من مستواه، حتى التعامل الشخصي مع اللاعبين كان يمكن ما فاجئنيش قوي، لان ما كنتش اعرف الراجل شخصيا. فكويس جدا ان هو عنده الملكه دي اللي مش موجوده في كتير من المدربين. ولكن اتفاجئت بان مستواه يمكن كان اشيع عنه والسي في بتاعه، الراجل كبير جدا عليه. طبعا وانا كنت واحد من الناس بتقول يعني بغض النظر عن السي في بتاعه احنا نصبر ونشوف، ممكن الراجل ما عملش اي حاجه، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي، الاداره في النادي الاهلي بشكل عام توفر له جو ويطلع افضل ما عنده. وهم اكيد عندهم رؤيه، شايفين ايه الكويس اللي فيه وهيقدر يفيدنا ولا لا. ممكن يبقى وحش لحد تاني ولكن مفيد ليا، فبالتالي انا مش هبص على سي في الحاله صح دي. صح، ده موضوع منتهي. انا شايف ان شاء الله ان الماتش، لو هنرجع للدوري، انا شايف ان شاء الله الاهلي مش هتكون الماتش طبعا صعب، ما فيش فرقه في الدوري طبعا صعب. ماتش الجونه كمان، في الجونه ده بيبقى من الماتشات الرخمه يعني كرويه. طبعا الجونه عامه فرقه لو بلغه الكوره رخمه فعلا، بلغه الكوره يعني، واخدين لعيبه كتير من الاهلي ومظبطين نفسهم طبعًا في الحقيقه. طبعا محمد نجيب ده عنده خبره كبيره جدا في خط الدفاع وقائد يعني في الملعب، عنده عدد كبير من اللاعبين يعني عشان يستشهد. طبعا ولكن اعتقد ان في النهايه برده، وانا بقولها دلوقتي اهو برده تذكرها، اللقاء هيكون هينتهي بفوز النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الموضوع مش هيكون الماتش سهل، ولكن ان شاء الله الاهلي يفوز. من اللي انا لمسته من استعدادات الاهلي الاخيره واستعدادهم كمان للمرحله اللي جايه، شايف ان الاهلي ما عندوش فرصه ان هو يتعثر في اي حاجه، سواء في الدوري او في افريقيا. افريقيا طبعا، لان ده هدف مهم قوي بالنسبه للاهلي. هم هيسافروا من الغردقه مباشره ان شاء الله لتونس ان شاء الله باذن الله. ربنا ربي كل التوفيق ان شاء الله في افريقيا في المباراتين بشكل عام، الجونه والنجم السعيدي، في كل المباريات بقى اللي جايه، لان بطولتين مهمين قوي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. استاذ احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، وتشرفت جدا بتواجد حضرتك معنا النهارده. شرف ليا، شرف ليا، متشكر جدا. شكرا جزيلا، شكر جدا. الاستاذ احمد الامام الناقد الرياضي بالجمهوريه كان ضيفنا العزيز في حلقه كلامنا في الميديا النهارده. دي كمان كانت حلقتنا، وبكره ان شاء الله هتكون حلقه جديده، حلقه الخميس تبقى حلقه غايه في الاهميه، وهنستفيد في الحديث عن بعض الاحداث اللي حدثت على مدار الاسبوع الماضي بالكامل. استنونا بكره ان شاء الله، الى اللقاء.